صباح الخير مشاهدينا، برحب فيكم وين ما كنتوا عم تابعونا بلبنان بالعالم العربي والعالم، واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج الحدث يوم الثلاثاء 19 ايلول 2017. ملفات عديده اقتصاديه بالتحديد، مناقصات مشبوهه، ملفات فساد، هذا بلد غارق بالفساد لهالدرجه او في شويه تهويل في هذا الأمر، طاولة مجلس الوزراء شو عم بيصير عليها فوق الطاولة وتحت الطاولة، مجلس النواب شو رح يصير في اليوم خصوصا مع القنبلة التي فجرها دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري بالأمس بالدعوة إلى تقصير ولاية المجلس وإجراء الانتخابات قبل نهاية هذه السنة، كيف رح تتلقى من أطراف سياسية هذا الأمر، بطاقة البيومترية ويلي كمان خلفت وراء الكثير من علامات الاستفهام، بعدنا بملف الكهرباء، بعدنا بانتظار بواخر الكهرباء طبعا، بعدنا بانتظار قرار المجلس الدستوري بالطعن بالضرائب، دائرة المناقصات يلي مكبلينا وما عم بيخلوها تشتغل، موضوع إعادة أعمار سوريا، هل قد ملفات ما إذا رح نقدر نلحق عليها اليوم. بسني أني رحب بضيفي باستوديو الخبير الاقتصادي دكتور حسن مقلد، وهو رئيس تحرير موقع جرين إيريا ورئيس تحرير موقع روسيا الآن وأيضا رئيس تحرير مجلة الإعمار والاقتصاد. على سيرة جرين إيريا، ملف الزبالة عاد إلى الواجهة مع تنفيذ وقف الكوستا برافا والقول بأنه لا بديل عن مطمر النعمة وعودهم على بدء ومن الصفر. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك صباح النور حسن مقلد، الحمد لله على السلامة، جاي عامل فاكيشن حنكد لك إياها اليوم. أهلا وسهلا فيك. طبعا هيدي الملفات رح نحكي نحن وياك فيها، وخصوصا يوم كان في جلسة تشريعية بمجلس النواب، كمان مراسلين هونيك رح يحطونا بأجواء. خلينا نبدأ بجولة إخبارية سريعة مع زميلي ميشا جويش، نعود بعدها ونبدأ بالحوار. تفضلي ميشا. شكرا سمر، صباح الخير. يعقد المجلس النيابي جلسة تشريعية صباحية ومسائية اليوم برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري لاستكمال بحث بنود جدوى الأعمال الجلسة الماضية والذي يتضمن مشاريع قوانين مالية واجتماعية وإنسانية. الرئيس بري أعلن أنه لا يمكن طرح اقتراحات قوانين لتعديل قانوني السلسلة والضرائب على البرلمان إلا بعد نشر القانونين في الجريدة الرسمية بعد توقيع رئيس الجمهورية عليهما، وعندها لا مشكلة بمناقشة اقتراحات القوانين التي تعدل في هذين القانونين في الهيئة العامة. ونقل زوار بري عنه لصحيفة الحياة تأكيده أنه في كل الأحوال لا يمكن طرح اقتراحات القوانين الجديدة على جلسة اليوم لأن هناك جدول أعمال محددا يجب السير به، وقال أنا على كل حال سأدعو إلى جلسة تشريعية جديدة الأسبوع المقبل ويمكن طرح اقتراحات القوانين عليها، خصوصا أنه ستعقد جلسات للهيئة العامة كل أسبوع للبت بمشاريع قوانين تعويضا عن التعطيل الذي أصاب البرلمان سابقا، ومن انتظر سنوات لننجز السلسلة والضرائب يمكنه الانتظار أسبوعا أو بضعة أيام. أكد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أن لبنان يتعرض لقتل الأمل فيه، مشيرا أمام حشد من أبناء الجالية اللبنانية في مدينة هيوستن، حيث لبى دعوة السفارة اللبنانية في واشنطن إلى حفل استقبال، إلى أن البعض يريد التمديد للمجلس النيابي لضرب الإصلاح أو يريد التقصير للمجلس لضرب الإصلاح، وكأن هناك مشكلة مع الإصلاح. ولفت باسيل إلى أن بعد القرار الأخير لمجلس الوزراء صدر الكلام عن تقصير ولاية المجلس النيابي، وهذا ضرب للإصلاحات الانتخابية الكبيرة التي يتم تحقيقها للمرة الأولى، وأضاف إن المجلس النيابي مدد له مرتين دون سبب، وآخر مرة قبلنا به شرط تحقيق الإصلاحات التالية في قانون الانتخابات: أولا البطاقة المطبوعة سلفا التي تمنع الرشوة والمال السياسي، ثانيا البطاقة البيومترية التي تسمح للبنانيين في الأطراف أن يصوتوا مما يزيد نسبة المشاركة في الانتخابات للمقيمين في لبنان، وثالثا حق المنتشرين بالتصويت في الانتخابات. اعترف النائب وليد جنبلاط بأن الدوزنة الجديدة مع الرئيس سعد الحريري تشوبها ثغرات موضوعية حول بعض الملفات تأخذ لاحقا بعدا ذاتيا نحن بغنى عنه، وأضاف مع المفارقات في دوزنة الملفات الحساسة مثل الكهرباء والبطاقات الممغنطة بالتراضي فإننا لن نقبل بعودة العلاقات اللبنانية السورية إلى سابق عهدها من الوصاية، ولن نقبل إلا بدوزنة دقيقة ومدروسة
مدركين الواقع بأن النظام حسن مواقعه وهذا شأنه، لكن لابد من موقف موحد من العهد والوزارة في إرساء دوزنة مدروسة من الند إلى الند منعا للانبطاحية المعهودة. وتابع في هذا الظرف الدقيق وبالمناسبة وبكل هدوء بعيدا عن المزايدات، هذا هو الحد الأدنى المطلوب احتراما لشهداء مسيرة 14 من آذار. يشارك رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون صباح اليوم بتوقيت نيويورك في افتتاح الجمعية العمومية للأمم المتحدة في دورتها 72، وذكر أنه سيركز في كلمته المقررة الخميس على 3 جوانب أساسية: الإنجاز الذي تحقق بتحرير الأراضي اللبنانية من التنظيمات الإرهابية، وسينطلق رئيس الجمهورية من تركيبة لبنان الفريدة ليطالب من خلالها رسميا بجعل لبنان مركزا دوليا لحوار الحضارات والأديان. وفي البعد الإقليمي سيتناول الحرب الدائرة في سوريا من زاوية النازحين من دون التدخل في الشأن السوري الداخلي، بحيث يتقدم باقتراحات عملية للمجتمع الدولي للمساعدة في معالجة هذا العبء الذي ينوء تحته لبنان. أعلنت قيادة الجيش مديرية التوجيه في بيان أن قوة من الجيش دهمت فجر اليوم مزرعة مشبوهة في محلة كامد اللوز البقاع الغربي عائدة للمدعو رضوان علي حسن، حيث أوقفته وضبطت داخل المزرعة بندقيتين حربيتين ورمانة يدوية وكمية من الذخائر الخفيفة، بالإضافة إلى عدد من بنادق الصيد وكمية من الأعتدة العسكرية المتنوعة. كما دهمت مزرعة أخرى في المحلة نفسها عائدة للمدعو خالد حسين الحاج من دون العثور عليه، وقد ضبطت في داخلها كمية من المناظير الخاصة بالبنادق الحربية وأعتدة عسكرية متنوعة. كما أوقفت قوة من الجيش في بلدة اللبوة عددا من المواطنين المطلوبين لإقدامهم على إطلاق النار في أوقات سابقة، وضبطت داخل منزل المدعو علي محمد العتاوي بندقية حربية وكمية من الذخائر الخفيفة، وسلم الموقوفون مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم. التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في نيويورك في أول محادثات علنية بينهما شملت سبل إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط. وقال بيان الرئاسة المصرية أن السيسي أكد الأهمية التي توليها مصر لمساعي استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي من أجل التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية. وشدد السيسي على أهمية التوصل إلى تسوية نهائية وعادلة للقضية الفلسطينية من أجل توفير واقع جديد في الشرق الأوسط تنعم فيه جميع شعوب المنطقة بالاستقرار والأمن والتنمية. أعلن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أن الإعصار ماريا الذي يقترب من جزر الكاريبي اشتد وتحول إلى إعصار من الفئة الخامسة. وأشار المركز إلى أن الإعصار أصبح بالغ الخطورة وبات على بعد 55 كيلومترا من جزر المارتينيك محملا برياح سرعتها القصوى 260 كيلومترا في الساعة. ختام الموجز وعودة إلى سمر وضيفها. شكرا ميشا، برحب فيكم من جديد مشاهدينا، وابدا الحوار مع ضيفي دكتور حسن مقلد. اهلا وسهلا فيك من جديد دكتور. خلينا نبدا من المستجد بالسياسي، ما اتفقت الصحف على تسميته اليوم قنبلة الرئيس نبيه بري التي فجرها شخصيا بالامس مش بالواسطه يعني. فالرئيس بري قرر قبول تحدي التيار الوطني الحر والتقدم باقتراح قانون لتقصير ولاية المجلس وإجراء الانتخابات النيابية قبل 31 كانون الأول. شو يعني هذا الحكي؟ يعني الحقيقة أول شيء بحس الواحد الوضع السياسي بالبلد فلتان لدرجة هيك، يعني كأنه مرجرج لدرجة. أي مبادرة أي اقتراح أي شيء بيجي كأنه عم بيهز المي كتير من دون ما يكون في لعيبة عم يحتووا هيدي المي اللي عم تنهز. يعني بالمنطق اذا نسينا المبادرات بس هيك طلعنا هيك بلوحه هيك، منه طبيعي ابدا تمديد لمجلس النواب لا الاول ولا الثاني ولا الثالث، منه طبيعي، واكيد الرابع كارثي. يعني فمنطق الامور بيقول لازم نعمل انتخابات، كل ما استعجلنا بالانتخابات كل ما كان هذا عامل ايجابي. طيب اللي كان بده انتخابات امبارح اليوم ما بده انتخابات، واللي ما بده انتخابات امبارح اليوم صار بده انتخابات. شو الاعتبارات؟
يعني شو المعايير الفعليه اللي عم بتخلي الاطراف يبدلوا ارائهم او عم بتخلي القصص تطرح بهذه الطريقه؟ شو هي برايك؟ انا رايي اول شيء في اعتبارات حسابات البيدر، في حسابات يعني ضيقه وشخصيه، وفي حسابات المصالح الفئويه اللي موجوده، واخر شيء في حسابات البلد. اخر شيء حسابات البلد، لانه للاسف الشديد يعني اليوم اذا واحد بده يقف ويطلع طب بحسابات البلد يعني في ورشه اصلاح لازم تبلش، بعدها ما بلشت بهذا السياق بهذا المجال. يعني في قانون ما عرفنا كيف مرق وكيف قطع وكيف وصل بالاخر، ولليوم اللي حطوا له القانون بعدهم ما عارفين عن جد انه هذا القانون هيك صيغته النهائيه ولا مش هيك. يعني شو معناتها مجلس وزراء امبارح من 3-4 ايام يقرر قرار مناقض لبند موجود بقانون الانتخاب للقوى السياسيه اللي مشكله الحكومه هي عملته؟ عن اي قرار بالتحديد؟ عم بحكي عن البطاقه البيومتريه. بغض النظر شو تقييمنا لها، بغض النظر هلا حنحكي فيها. لا بس عم حاول ارجع للمبادرات. انا عم اقول كمراقب واحد طلع من بعيد، في حسابات عند بعض الاطراف السياسيه بالبلد بتقول انه في حجم متغيرات بالمحيط عم بتصير كبير لدرجه بلكي هي من المعايير الاساسيه لواحد يقول في انتخابات ولا ما في انتخابات. ليش احنا بالبلد الطبقه السياسيه عنا او بعض الطبقه السياسيه عنا هي بحجم ان تواكب هالتغيرات الاقليميه اللي عم تصير، ولا عم نروح على الزواريب وعلى الدكاكين وعلى الشوارع وعلى الازقه ونحسب هون صوت بزياده هون صوت بزياده؟ هل قد تفكيرنا ضيق؟ لا, لا 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 مش هيك. يعني انا مش عم فوت اليوم بتقييم لمدى الرؤيويه عند الاطراف السياسيه بالبلد، للاسف عم نحكي هذا الحكي. يعني انا عم روح شو اللي مسموح يعملوه شو اللي مش مسموح يعملوه. يعني بمعنى انه ايه بتتأجل انتخابات نيابية بلبنان، وهذا الخارج اللي هو داخل بين هلالين بقوة بيقبل بالتأجيل إذا شعر أنه في ظروف إقليمية بلكي بتبرر هذا التأجيل. الأطراف الداخلية باستثناء طرف أو اثنين هن مطلقين، ما حدا فيهم مبادر أو حدا فيهم صانع لعبة، هن مطلقين بس هن بمرقوا لعبهم الصغيرة على إيقاع إقليمي مش على إيقاع داخلي. أوقات بيزمطوا، يعني بيكون القوى الإقليمية مشغول بالها أو مشغولة بقضايا تانية بمرقوا بعض بس القضايا. موضوع ملف مثل بس ملف الانتخابات النيابية هذا شو يعني؟ شو مقياسه يعني على المعيار الإقليمي؟ رح لك شو مقياسه. بكل بساطة إذا كان اليوم في محور عم يربح بالمنطقة بكل بساطة بغض نظر أي محور، يعني إنه مزحة كانت مثلا سنة 2005 إنه كانت العالم كلها بتصرخ ليل نهار من قانون غازي كنعان، فجأة إجا الغرب بقضوا قضيته مش قبلان يتأجل الانتخابات شهر واحد ليتغير القانون تبع غازي كنعان، لانه كانوا وقتها معتبرين انه في كسر للمحور اقليمي معين وفي انتصار للغرب قائم، كان بدهم انتخابات، ما اعطوا اللبنانيه مهله شهر واحد لاجل الانتخابات. هيدا بيعني انه هيدا المعيار بيفرض على القوى السياسيه هيك. اليوم انه في حدا بالدنيا اليوم منه شايف شو ما كان، اليوم وليد جملاط بفتكر يعني عامل سلسله تغريدات بغض النظر عن استنتاجه، وعم بحكي انا عن المعلومه كمعلومه، انه في حدا اليوم بالدنيا مش شايف انه الوضع بسوريا عم يتشقلب لطريقه انه هذا المحور اللي عم بيقاتل صار له 6-7 سنين هونيك اليوم عم يربح من لبنان لا طهران؟ يعني اذا حدا مش شايف بيكون في حسابات كثير غلط، بس هيدا بيعني انه في ناس بلكي اليوم مستعجلين يعملوا انتخابات حتى لي هذا المحور ما يربح كفايه، او في ناس مستعجلين بلكي اليوم اذا عملناها بنكسب من المتغيرات اللي صارت. بس المفارقه هي التناقض اللي عم يصير عند هيدي الناس هو اللي عم بيخلينا نطرح علامة استفهام. اليوم حتى بالصحف يعني مكتوب انه اليوم من الاسباب الاساسيه يلي خلت الرئيس بري يقبل هذا التحدي هو الكلام. يعني اليوم استفز الرئيس بري او وجه التحدي له في مقدمه اخبار نهار الاربعاء الماضي لقناه الاو تي في، قناه الاو تي في يلي هي قناه زميله طبعا يلي هي ناطقه باسم التيار الوطني الحر ورئاسه الجمهوريه نوعا ما، ويلي دعت بري الى تقديم اقتراح قانون عبر احد نوابه لتقصير مده ولايه مجلس النواب واجراء الانتخابات في اقرب فرصه ممكنه. امبارح الرئيس بري عمل يلي عمله وفجر هذه القنبله وقبل بهذا الامر وسيسير بهذا الامر، بيرد عليه وزير الخارجيه جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر بانه بس لنجيبها مضبوطه، الكلام عن تقصير ولايه المجلس هو ضرب للاصلاحات الانتخابيه. طب ما انتوا دعيتوا لهذا الامر، ما انتوا حرضتوا على هذا الموضوع. كرمال هيك انا قلت انه اليوم الحسابات والتبدلات كثير خاضعه
لمصالح ولا قضايا يعني فئويه ضيقه. اول شيء انا ما بعتقد رئيس بري اذا عمل هذه المبادره عم يعملها ردا على افتتاحيه محطه تلفزيونيه. لا هو قبول تحدي، هذا الكلام كان عم ينحكى فيه من قبل كثير. انا عم روح ابعد من هيك، انا عم روح ابعد من هيك لاقول اثنين كمان. يعني انا قريت التصريح تبع الوزير جبران باسيل، وقريت شيء موجود بجريده النهار، عم مراسله النهار بنيويورك، اللي نقلت كلام تقريبا حرفيا عن رئيس الجمهوريه اللي عم بيقول انه اذا ما في بطاقه ممغلطه وما في هيك، شو في داعي نهار واحد بعد المدى تتأجل النواب؟ يعني هذا كمان تعارض. طيب تعارض. انا بكرمالك عم كمان نحن ضعنا هذا اللي عم نقوله بالتحديد كمراقبين فعلا، يعني نحن بحاله ضباب، بدنا نفهم انه مين بيعبر عن الموقف وكيف. بعدين اذا عم نحكي عن اصلاحات، طب هل هذه هي الاصلاحات اللي كانت مطلوبه؟ يعني هل هذه البطاقه هي الاصلاحات والله لا؟ لانه في وجهه نظر بالبلد حقيقي كمان بتقول ان قبل بهيدا الدوز من الاصلاح بين هلالين تبع القانون الانتخاب، لانه ميزان القوى لحظه اللي صار اقراره كان هيك. اذا اليوم تغير ميزان القوى بالبلد، هل رح ينقبل بهذا القانون مثل ما هو؟ والله كمان بده يتعدل. يعني كلنا بالبلد عايشين وكلنا بنعرف يلي عمل هذا القانون طارح سلسله قوى سياسيه بالبلد، سلسله اصلاحات عليه، سلسله خلينا نقول تماما. كمان عم بحكي انه شو مقبول وشو مش مقبول. كلنا بنتذكر السيد حسن نصر الله طلع حكى عن قانون نسبي وقال بكل بساطه انه الخيار الافضل هو لبنان دائره واحده. انا ما بعرف اليوم عن جد اذا بميزان القوى المستجد اذا حدا عن جد بده يعمل اصلاح، اذا في اصلاح بيمشي بالبلد اليوم اقل من لبنان دائره واحده على قانون نسبي. يعني اليوم انفتحت. بس وين بيخدنا هذا الكلام؟ بيخدنا عمية محل، بيخدنا عن تمديد رابع باقل الدرجات. يعني انا اذا بدك رايي، انا ماني خبير انتخابات بس على القليل لانه فيها شويه ارقام وقصص معني فيها بشكل من الاشكال وعندنا شويه تجربه. القانون النسبي على دائره واحده هو اسرع قانون فيه يتطبق بالبلد وما بيحملنا على تاجيل نهار واحد. حلو. لانه باليته اوضح ابسط، بطريقه تطبيقه ابسط واوضح، وكل الخبراء اللي بيشتغلوا وبنتائجه لاول مره برجع البلد يكون بلد، مش قرطة الطوايف ومزارع وشلع وقبائل. يعني انه هذه الطبقه الحاكمه بنسبها هذا الموضوع. انا عم بحكي عن لبنان، مش عم بحكي عن هالقوى السياسيه. بس لبنان محكوم بهيدي القوى. بس بالمقابل كمان شوفي، لو هي الطبقه السياسيه اليوم بصح لها تأبد التركيب اللي قائمه وتعيد توزيعها بين بعضها ما قصرت. ولكن كرمال هيك فتنا على الحديث من باب المتغيرات الاقليميه كيف ضغط على الوضع الداخلي لوين بتوصل. انا تقديري حجم المتغيرات اللي عم بتصير بالاقليم ما رح تسمح للبنان يكون بعده قبلان او بيقدر يكفي بالسياق اللي هو موجود فيه هلا. بس انا ما عندي معلومات الحقيقه شو الخلفيات الفعليه وراء المبادرات اللي عم تنطرح وراء ردود الفعل العنيفه عليها، لانه انا اخر نهار كمواطن بهمني شغله وحده، بهمني احسن قانون انتخاب، ومني يعني طوبوي، احسن قانون انتخاب قابل للتطبيق وقابل بس يزيحني من البلد اليوم من المحل المتخلف اللا تمثيلي اللي انا موجود فيه لمحل احسن بشوي يسمح لي يشكل لي مرحله انتقاليه لاوصل على بلد مش على دوله طوايف ومزارع اصلا عم بتهر. لهذا السبب انا عم اقول اذا هيدا هو المقياس تبعي، انا هيدا هو اللي بقيسه قديش بقرب ولا ببعد. وحكما مع فكره كل ما سرعنا بالانتخابات كل ما كان افضل، لانه نحن تجربه الحرب الاهليه وتجربه مجلس 72 اللي استمرت كل هالدي مش مقبول كانت تتكرر، ومش مقبول اليوم كانت تتكرر. كلنا بنتذكر انه وحده التيار الوطني الحر للامانه كمان هو اللي يفضل كل التمديدات الماضيه. صحيح صحيح. على اي حال خلينا ننتقل الى نقطه اساسيه جوهريه ايضا متعلقه بالكلام اللي عم نحكي فيه، هو ما اقره مجلس الوزراء بموضوع البطاقه البيومتريه وفتحت من الباب الواسع بهذا الاطار. خليني يعني اول شيء البطاقه البيومتريه بدها وقت كثير لحتى لي بالنهايه انت عم بتغير 4 مليون بطاقة، خلينا نحكي بهذا الإطار، تكلفتها عالية جدا. يوم الكلام عن أنه الانتخابات مع البطاقة البيومترية بتكلف 186 مليون، بينما قادرين نعملها ببطاقة الهوية ب 60 مليون. بكل بساطة ب 30 مليون. زد على ذلك فكرة أنه التراضي،
هون المشكلة الكبيرة، العقد بالتراضي والشركة جاهزة، والشركة هي ذاتها يلي عملت البطاقات. ليش؟ لأنه هي ذاتها هذه الشركة عندها الداتا وما في مشكلة. أول شيء الداتا هي ملك الدولة اللبنانية وملك وزارة الداخلية، ومين ما كان موجود بوزارة الداخلية وأي شركة بتجي فيها تاخد هالداتا كاملة، مش بحاجة لتخزين داتا، لأنه مشكلة كبيرة إذا كانت الداتا اللبنانيين كلها ملك شركة خاصة. هون المشكلة. والكلام عن قرب هذه الشركة من الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل وكل هذا الكلام، هل يجوز هذا الأمر وبيمرق؟ شوفي، أول شيء في عن جد استسهال كتير صاير باستباحة الدستور والقانون كأنه شغلة عادية جدا. يعني هذا استسهال ما بيقدر الواحد يقبله. يعني بعز يعني الزمن هيك الحالك مش مقبول. فكيف هلأ مفترض، يعني مفترض مع كل هالمتغيرات اللي عم بتصير تكون الأمور تاني؟ هذا واحد. اثنين، ليش كل شيء تحت الضغط؟ يعني كل شيء بيصير تحت الضغط وتحت شعار، أو بيصير هيك أو ما ممكن يصير أبدا. ما يعني بعلم الاقتصاد بس ما يكون عندك خيارات هو يعني سوء تقدير ولا علم، يعني لأنه دائما لازم يكون عندك خيارات. فليش دائما بنحط نحن تحت خيارين أحلاهما مر؟ يعني الدنيا مش هيك، الدنيا تفتح أوسع من هيك وأكثر من هيك. ثلاثة، اللي تفضلتي فيه كثير معك حق فيه، ليش يعني انه هذه الشركه ما الله خلقها اخر نهار هي عباره عن CD، او يعني اذا اعلى شوي كمبيوتر معين يعني مخزن معلومات فيه كله هيدا. بعدين هلا نحن بحاله تخلف صرنا بحجم بطاقات الهويه للمعلومات، اكثر من ثلث الشعب اللبناني ما عنده هويات. بده يطبق القانون والدستور، يروح يطبق القانون والدستور. اذا انت اليوم هلا بيعملوا لك اعلانات، يعني إذا خالوا الواحد أبو زيد يروح يقدر يطلع هوية بشهر. أنا بعرف أنه في هويات عليهم صور قديمة بواسطات وبمئة ألف تدخل وبمئة ألف حكاية ما بيطلعوا بسنة. شو عم بيخبروا العالم؟ ليش نحن عملنا هلأ بطاقة تانية بيومترية أو شو ما عملناها؟ حدا مصدق عن جد أنه في إمكانية تسليمها بالوقت المطلوب؟ اكيد لا. لهذا السبب مشان هيك هون هيك عم تنطر علامات استفهام. امبارح رئيس حزب الكتائب نائب سامي جميل كان جدا منطقي، يعني حتى سماهم يعني قال لهم عم تمزحوا، لانه هي عن جد مزحه. يعني ابسط مواطن حتى لو غير مطلع على الامور بيقدر يعرف انه ما في امكانيه لانهاء عمليه البطاقات البيومتريه من هلا اذا قدموا الانتخابات كارثه يعني، واذا حتى لا ايار 2018 ما بتخلص البطاقه البيومتريه. يعني هون عن جد في مزحه سمجه وثقيله على الشعب اللبناني، وكانه يعني ان شاء الله ما يطلع معه حق نائب سامي جميل، وكانه مقدمه لتمديد رابع، مقدمه لتطيير الانتخابات بكل بساطه. شوفي المشكل عن جد هذا بعد ما حكينا عن التسجيل المسبق كمان اللي فيه انقسام بالراي حوله. هو الواحد لأنه عم يلجأ للتحليل، يعني بس للتحليل. يعني أنا اليوم مثلا بقول في مقاربة بالبلد بتقول أنه زمن الإصلاح عن جد ما رح يبلش إلا بعد الانتخابات النيابية. في مقاربة، هيدي مش مسحة مثلا؟ ما بعرف للدقة، ما بعرف. فيها تكون مسحة وفيها تكون مقاربة عم بتأجل كل القضايا. نحن سمعنا بيان رسمي من زمان من رئاسة الجمهورية بيقول إنه الحكومة الحالية مش حكومة الرئيس، لأنه حكومة الرئيس تبدأ مع العهد النيابي الجديد. أنا رأيي إذا بتسأليني هيك كمراقب، نحن عم نفقد وقت بشكل كارثي. كل دقيقة وقت نحن عم نفقدها اليوم عم بتكلفنا. شو اللي بيمنع اليوم مع هذه كبيرة الحكومة وهذا المجلس انطلاق قطار الإصلاح؟ بدي أرجع للنقطة الأساسية للمقاربة بس حتى اللي ما ضيع الفكرة. كما هيك عم اقول، اذا اليوم هذا الحديث مربوط بشيء معناتها لازم يكون في هم حقيقي عند رئاسه الجمهوريه بانتخابات بتصير امبارح مش بكره اكيد. طب هيدا مفترض واحد بالمنطق عموله بالتحليل يكون هذا موضوع مستعجل، وهذا الموضوع المستعجل قد ما بيحمل بطياته مش اي انتخابات على الاقل بضوابط معقوله احسن من الانتخابات الماضيه، بس انتخابات. طيب إذا جينا اليوم لرئاسة مجلس النواب والشيء اللي عم بيمثله يعني الرئيس نبيه بري، كان بالماضي هو يعني عراب إذا بدك التمديدات اللي صارت، اليوم واضح من موقفه هو مستعجل على الانتخابات. موضوعيا بالتحليل أنا عم برجع بقول الوحيد اللي عنده مصلحة منسجم مع حاله وعنده مصلحة بتأجيل الانتخابات الدائم
هو الرئيس سعد الحريري، لأنه هو اليوم بعده منه جاهز لا على الأرض ولا بعده جاهز بتسييل يعني الحوافز والخدمات الرسمية والإدارية، كونه وضعه الخاص ما عاد يسمح له يقدم حوافز وخدمات لناخبينه. هو الوحيد اللي عنده مصلحة بالتمديد. أنا عم بحكي هو بالتحليل، بس نحن اليوم بالممارسة السياسية عم نشوف في متناقضات بهذا الموضوع، أو في قطبة مخبية نحن مش شايفينها، أو في شيء نحن ما بنعرفه. لهذا السبب أنا عم أقول، بس بالمنطق برجع بعيد، أنا بعتقد في مصلحة للبلد جدية. هذه المصلحة بتقول لازم بقى هالمسرحية توقف، لنبلش على القليلة بوجوه جديدة وبمقاربة جديدة وبطريقة جديدة. هذا اليوم نحن مش عم نلمسها، عم نلمس انزلاق لها بكل هذا المناخ. حده في شيء منه جديد بالبلد، بس صار يعني بدي أقول بلكي أوقح بلكي أوضح بلكي شو ما بدك سمي. الهم اليوم المالي هم، يعني كيف أنت بتركبي على كل مشروع شو ما كان المشروع صفقة مالية. هاي الصفقة المالية بغض النظر يعني سليمة ولا مش سليمة، بس في هم الصفقة واستسهال فكرة الصفقة. شو يعني احنا عم نناقش موضوع انتخابي مثل هذا الانتخاب، ما مرق شهر على إقرار قانونه للانتخابات، نجي نعمل تبديلات جوهرية بترتب علينا صفقة. كمية كبيرة من الأموال، وهيدي الأموال عم ترتب علينا تحت شعار السرعة من روعة التراضي. خلينا نروح على التراضي، كل مبررات التراضي مش مضبوط. فيك تعمل انت، فيك تعمل عن جد استدراج عروض ومناقصة جدية وشفافة وحقيقية وفق معايير ما في احسن منها بالعالم بوقت سريع. هلا بيشو بيجاوبوك بيقولوا لك ما في وقت، بيقولوا لك ما في وقت، انزركنا بالوقت، ما بقى قادرين نلحق. ساعتها بنقول لهم هيدي مزحة، وهيدي اللي عم تعملوه هو بيشبه كل شيء عم تعملوه، اللي هو استمرار اليوم لحكومة تمام سلام الراحلة بموضوع الصفقات والمناقصات وإلى آخره، للأسف الشديد. هيدا شو يعني؟ شو بيخلينا نستنتج؟ نحن اليوم حكومة الرئيس تمام سلام كان في شغور برئاسة الجمهورية، كان في عدة مواقع فيها تساهل وشغور، كان في كتير أمور غير منضبطة، ما كان عنا رئيس عم بحكي قوي. عم تسهل، ما كان عنا مناقصات، عم بحكي عن النقطة بالتحديد. إيه لا لا، أنا عم بحكي كرمالك قلت أنا استمرار الحكومة من باب استسهال هذه المناقصات. بس ما هو ما لازم يكون في هلا، كانت قبل خلينا نقول ارض سايبه، هلا المفروض انه نحن منا بارض سايبه، المفروض انه نحن في رئيس جمهوريه على راس هذه الجمهوريه، في مراقبين، في تفعيل للكثير من الجهات الرقابيه، في كثير امور. نحن في عهد يختلف عن كل شيء سابق. اذا بتساليني رايي بهذا الموضوع انا بقول لك انا يعني، وهذا رأيي حكيته مش انه بس حابب يعني ارجع عرضه. شوف في مقاربتين للاصلاح، مقاربتين او مقاربه بتقول انه بيجي حدا بيقول انا عندي اذا مش برنامج عندي رؤيه، هيدي الرؤيه بعدين بجسدها ببرامج وبخطط، بس عندي رؤيه عامه اتجاهاتها هيك، مداها الزمني هيك، عندها مراحل، مرحله قصيره، مرحله متوسطه، مرحله طويله، وانا عم بلش عالج وفق هيدي الرؤيه كل المسائل. هذه مقاربة موجودة بالدنيا. في مقاربة تانية موجودة بالدنيا بتقول أنا محل مهما كانت القضية صغيرة ولا كبيرة جاهز الأمور للإصلاح بصلحها، بشكل أنه أنا وعم صلح مجموعة اعتبارات وقضايا جهزت الأرضية لتصير قبلاني خطة تغييرية عامة، في أو هيك أو هيك. حسب معلوماتي ما في شيء ثالث بالدنيا. إذا ما في شيء ثالث بالدنيا نحن اليوم للأسف الشديد لا عم نعمل هاي ولا عم نعمل هاي. نحن المطلوب نسلك وحدة فيهم، وإذا سلكنا اثنين ما بيكونوا بتناقض. هيدا يعني التباطؤ أو التعامي أو عدم سلوك هو اثنين عم بيخلي الأمر الواقع يتكرس ويجنح لاتجاهات أكثر سلبية. فأنا يعني اللي كنت بدعي أنه أول شيء في مواقع ناضجة، في إمكانية من دون لا فلسفة ولا فزلكي ولا بدها كلها أينشتاين، يعني في قصص بدها بس أو تطبيق القانون أو مراجعات جدية فيها بتقدر تحسن كتير منها وتزبطي. وفي شيء اسمه رؤية، في بوادر يعني وفي إرهاصات له كتير كبيرة تراكمت خلال 20-25 سنة الماضية، بلورتها بإطار معين وبتصير. هلأ فتنا بالجد، يعني الجد بالمعنى اللي أنا بعتبره يعني أعمق بكتير من خبرية أنه هاي المناقصة وهي السفقة أو لوين بتروح. بس هيدا اللي جد شو عم يصطدم عن جد؟ عم يصطدم حسب رأيي أول شيء بمواقع قوى كتير كبيرة، وعم يصطدم بتناقضات حقيقية عند المكونات تبع السلطة. بمعنى أنه اليوم
في رئاسة حكومة عندها مشروع وعندها برنامج، بتعتبر حالها هي أمينة على تواصل واستمرارية لشيء عمره 25 أو 27 سنة. أنا رأيي هيدا اللي عمره 25 27 سنة بالأساس تبعه بالجوهر تبعه وصل البلد اليوم لهون. المكون الآخر عم نحكي عن رئاسة الجمهورية، بنى كل يعني مشروعه على تناقض مع هذا المشروع. هذا التعايش اليوم قائم، طب كيف بيقوم؟ وبالنص إذا عم نحكي عن رئاسة مجلس النواب كانت شريكة كاملة لا هيدا المشروع المتواصل والمستمر، وهي وكانت شريكة كاملة بنفس الوقت كانت بتوجه سهام النقد والانتقادات والملاحظات، وبأي لحظة كانت مستعدة تتخلى عنه وتنتقل للموقع الآخر. اليوم لا قادرة تنتقل للموقع الأول ولا الموقع الثاني. هيدا يعني هالخليط العجيب القائم قبل ما يبلش يعني يتفصل وينسلخ. يعني اليوم بكل بساطة ما في إمكانية تزاوج حقيقي مباشر بين خطة رئيس الحكومة وخطة رئيس الجمهورية أو اتجاهات رئيس الحكومة واتجاهات رئيس الجمهورية. هيدا الخليط عم ينتج مخلوق عجيب غريب. هذا المخلوق العجيب ما عم يمشي بالبلد. خلينا نقول صحيح ما في تزاوج مباشر، ولكن في نقاط تم الاتفاق عليها من قبل ما يصير هون في رئيس جمهورية وهون في رئيس حكومة. بالتحديد من ضمن الاتفاقيات يلي أنا بدي أحاول أقول لك بالتحديد من ضمن الاتفاقيات وخاصة الاقتصادية يلي صار. ستنا العزيزة أنا اللي عم حاول أقوله إنه هذا الخليط العجيب الغريب محل ما صار اتفاق أنتج الخليط الغريب العجيب. مش محل ما صار اتفاق، محل ما صار اتفاق بعد أسهل صحيح. بس محل ما صار اتفاق ما فيك تدمج الأبيض والأسود ليطلع لك أحمر، أبيض والأسود بلكي بيطلع لك رمادي بس ما راح يطلع لك أحمر. بالنهاية صار في عندنا جهات تتحمل هذه المسؤولية، مش بدها تضل المسؤولية دائما مربية على مشروع. ما حدا بالبلد بفتكر من المراقبين عنده يعني هيك لوسي بعقله وعم بيقول ما في مسؤولية لهي القوى اليوم الممسكة بالسلطة إنه هي المسؤولة عن هذا الموضوع. بس الفرق الكتير كبير إنه الواحد بعده عم بيقول بعد في إمكانية لتصحيح حقيقية بعد الفرصة في إمكانية، ولكن في متوفرة. الإرادة متوفرة. أنا بقول لك بصراحة أنا يعني المحل اللي بحتك فيه من حين إلى آخر أنا بشعر إنه عند رئيس الجمهورية بلا في إرادة جدية بالتغيير. شو اللي عم يمنع ترجمتها على الأرض؟ أول مانع أساسي حسب ما هو أعلن، أنا مش عم بقول على لسان حدا، إنه هيدا بعد العهد ما بلش، ما بيبلش العهد لما التغيير النيابي. طب إذا هذا السبب أنا عم أقول إنه هيدا المنطق بيفترض إنه في لازم يكون في تسريع بالتغيير النيابي، والحكومة الجديدة اللي بدها تيجي هي بتكون حكومة العهد. هيدا الحديث أنا بقول لك ما بيستقيم اليوم. قديش فينا نضل على هذا الكلام؟ قديش فينا نضل على هذا الكلام؟ صار صعب. تقريبا رح يصير مارق سنة على العهد. صعب. عملية لا صعب. يعني لما بتجي بتقلي عهد له سنة بعد ما بلش، انه بركي مثلا صار شيء الله لا يقدر لا سمح الله وما قدرنا عملنا انتخابات نيابيه ورحنا لسنه بعد سنتين بيكون بعد ما بلش العهد. يعني هون شوي في خليني اقول استخفاف بعقول لا لا انا بصراحه عم بحكي بمراره. انا ماني عم بحكي بتفاؤل، انا عم بحكي بمراره. وقلت لك اكثر من هيك، كل دقيقه عم تمرق نتائجها كارثيه على البلد. صح. خاصه يعني هون اذا واحد بده عم بيكمل الصوره، بس نحن مش متروكين، مش انه احنا عم نشتغل على راسنا. نحن اليوم انه ما حدا وقف عنده انه شو هالصوره اللي انعطت على البلد. اكثر من 4 شهور صرنا ما بقي مؤسسه دوليه، ما بقي خبير بين هلالين محلي، ما بقي حدا اللي خبرنا الانهيار المالي بكره وبعد بكره. صحيح. انه هول هني ذاتهم اللي حكوا عن الانهيار المالي. صرنا 25 سنه بنحكي وبنقول هيدي السياسه بلكي بتوصل لهون، وهني بيطلعوا بدافعوا. كيف انقلبت الادوار؟ انه شو هالشيء البسيط اليوم انه بتتسرب لك تقارير من مؤسسات دوليه عليها ختم الموافقه على كل السياسات، فجاه بتقول لك هيدي السياسه بتوصل للانهيار. انه هي صدفه بعد الانتصار الكبير اللي انعمل سواء بعرسال على ايد المقاومه والله بجرود يعني بعلبك على ايد الجيش، انه فجاه السفارات هلا صارت تتبرع، طول عمرها تبعت ايميلات واسامسات، صار هلا بيطلع سفره بيخبرونا انه انفجار هون، لا وبيحددوا لك وين، انه كازينو لبنان. كانه كازينو لبنان ناقصوا بعد كل المصايب اللي عملوا له اياها بلبنان وعم يعملوا له اياها بقبرص بعد هجوم منظم عليه بهذا الطريقه. على كل حال مش بريء سواء كان تهديد السفارات وربطه بالتهديد بالانهيار المالي تماما. انا كرمال هيك عم اقول بكل هذا الجو، يعني الواحد لازم يشوف عن جد
ونحن مش متروكين، مش عراسنا، مش الوقت فلتان، مش الوقت متاح لنا لنحن ننقي بمزاجية وبنزق. هكا الحال رح نحكي بالتفصيل عن هذا الأمر. اسمح لي ننتقل مجددا لزميل ميشا جويش، جولة سريعة على مقتطفات اختارتهم لألنا ميشا من الصحف. تفضل ميشا. شكرا سمر وأهلا بكم من جديد. جولة اليوم أبدأها مع الموقف الأخير للرئيس نبيه بري الذي أعاد خلط الأوراق بالنسبة للانتخابات، وأبدأها من النهار بعد أن تقدم الرئيس بري عبر كتلة التنمية والتحرير التي يرأسها باقتراح قانون لتقصير ولاية المجلس إلى نهاية العام على أن تجرى الانتخابات قبل هذا التاريخ. وعلى رغم أن الاقتراح تناول الأسباب الموجبة الداعية إليه، فقد حرص على تناول هذا الموضوع في مؤتمر صحفي عقده إثر اجتماع الكتلة شرح فيه حيثيات موقفه. الرئيس بري حصر أسباب مبادرته في تصريح للنهار بما تضمنه اقتراح القانون الذي وضعته كتلة التنمية والتحرير أمس، علما أن تعمد بري إعلان نتائج اجتماع الكتلة بنفسه وتلاوة نص الاقتراح بدأ بمثابة أمر استثنائي أراد عبره رئيس المجلس إعطاء الانطباع عن الجدية القصوى التي تتسم بها هذه الخطوة. وقال بري للنهار إنه من الجانب التقني سيكون هناك صعوبة كبيرة في استصدار 1,000,000 بطاقة ممغنطة شهريا قبل موعد إجراء الانتخابات في أيار، ولكن إذا حصلت الانتخابات مبكرا سيتاح أمام وزارة الداخلية إصدار 1,000,000 بطاقة كل سنة مدة 4 سنوات. وأضاف أنا كل ما يهمني ألا يضعوني أمام أمر واقع في نيسان مثلا في حال تعذر إصدار البطاقات، وإن ذلك سيكون أمرا سيئا جدا للعهد والحكومة. وأيضا من النهار إنما في أسرار الآلهة، قال نائب في تكتل التغيير والإصلاح أقررنا السلسلة بناء على إصرار الرئيس بري وأكلنا الضرب. ومن النهار أنتقل إلى الديار وأيضا في الموضوع نفسه، إنما موقف للمستقبل. الحريري محاصر بين لغم بري وقنبلة عون. أوساط تيار المستقبل تشير إلى أن خطوة بري جزء من اللعبة السياسية المعتادة في البلاد، لكنها لن تؤدي بطبيعة الحال إلى مشكل سياسي لا يرغب به أحد، فالجميع يدركون أنه لا يمكن حصول تعديل في موعد الانتخابات دون توافق سياسي بين جميع الأفرقاء، لأن أحدا لا يمكن أن يخاطر بمقاطعة فريق وازن في البلاد إذا شعر أنه مستهدف. وسيكون رئيس الحكومة سعد الحريري واضحا في مقاربة هذا الموقف عندما يحصل نقاش جدي ومباشر في موعد قريب مع رئيس مجلس النواب الذي طالما أبدى حرصه على ضرورة عدم إضعاف تيار الاعتدال في الشارع السني والذي يمثله تيار المستقبل. فهل ثمة معطيات إقليمية تستوجب هذا الانقلاب في الموقف؟ حتى الآن تستبعد أوساط سياسية بارزة في 8 آذار هذا الأمر، وتعتقد أن بري يدرك جيدا أن البدائل غير جاهزة وهو لا يريد استهداف المستقبل، وبالتجربة ثبت أن كحل سعد الحريري أفضل بكثير من عمى غيره. ومن الديار أنتقل إلى الجمهورية وإلى موضوع مختلف وتحت عنوان التل لنصرة لبنان استعدوا للثأر من نصر الله. تستمر المصادر الأمنية الفلسطينية المتابعة لنشاط المجموعات الإرهابية في المخيم في التقاط إشارات تدل على وجود حراك لها هدفه التأسيس لمرحلة جديدة من العنف، خصوصا على مستوى استخدام المخيم غرفة قيادية خلفية لتوجيه أنشطتها الإرهابية في العمق اللبناني، أو كملجأ لاختباء خلايا نائمة فلسطينية وسورية، وحتى معولمة في داخله. ويفيد أحدث المعلومات المستقاط من مصادر فلسطينية أنه وردت إليها خلال الفترة القصيرة الماضية تقارير أمنية تفيد أن القيادي البارز في جبهة النصرة أبو مالك التلي وجه بعد استقراره في منطقة إدلب تعليمات إلى عناصرها في مخيم عين الحلوة يطلب فيها منهم عدم مغادرة المخيم تحت أي ظرف والبقاء فيه استعدادا لما سماه بدء معركة الثأر من السيد حسن نصر الله. كذلك طلب منهم أيضا الاستعداد لاستقبال مجاهدين آخرين سينضمون إليهم بغية تجميع القوى اللازمة لبدء معركة الثأر هذه. ويخالف التلي في تعليماته هذه توجه أسامة الشهابي المترأس تنظيم الشباب المسلم الذي بين مجموعاته مبايعون للنصرة لقبول فكرة مغادرة المخيم ضمن تسوية مع الدولة اللبنانية، وذلك إفادة لمقولته الشهيرة التي ترى أن خروج جماعاته من المخيم تريح المخيم وتريحهم. ومن الجمهورية أنتقل إلى الأخبار وفي موضوع متعلق أيضا بعين الحلوة. أبو خطاب يسرح والناس عالقة في طوابير التفتيش. لا يزال أبو خطاب المصري يسرح في عين الحلوة بعد أيام على انكشاف الاشتباه في قيادته
خلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ عمليات أمنية. استطاعت القوى الأمنية توقيفها برغم تبلغ القوى الإسلامية والفصائل الفلسطينية إعازا شديد اللهجة من السلطات اللبنانية بضرورة تسليمه في أسرع وقت. إلا أن المصري فادي إبراهيم أحمد علي أحمد معروف المكان في حي الطوارئ بحسب مصدر أمني فلسطيني مطلع. هناك حيث يقيم منذ وصوله إلى المخيم برفقة المطلوب شادي المولوي آتيا معه من طرابلس بعد فشل مشروع إعلان الإمارة. أظهرت التحقيقات أن الخلية التي كان يشكل أبو خطاب فيها رأسا مدبرا كانت تخطط لاستهداف كنائس في بيروت بانتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة. دور القيادي في مخطط استهداف الكنائس ذكر بمواطن أبو خطاب الانتحاري الذي فجر نفسه أمام الكنيسة القبطية في مصر يوم عيد الفصح في 12 نيسان الفائت. وذلك الانتحاري كان قد درس الشريعة في لبنان ومر بحسب السلطات المصرية في عين الحلوة، حيث الجماعات المشددة. قبل أن يعود إلى وطنه حينها طلبت السفارة المصرية في بيروت من الأجهزة الأمنية اللبنانية التحقق من هويات المصريين المتواجدين في المخيم والمنضوين ضمن المتشددين والإسلاميين. اسم أبو خطاب كان ضمن اللوائح. خطوة القوى المقبلة بشأن تسليم أبو خطاب ليست واضحة. مصدر أمني لبناني أوضح أن الإجراءات الأمنية المشددة التي يتخذها الجيش عند مداخل عين الحلوة مرتكزة على معطيات توافرت عن نية مطلوبين بارزين منهم شادي المولوي الخروج من المخيم وسعي إرهابيين إلى دخول عين الحلوة آتينا من سوريا. إذن بهذا الخبر أصل إلى ختام الجولة على الصحف اليوم. فاصل نتابع بعده الحدث والزميلة سمر أبو خليل وضيفها. برحب فيكم من جديد مشاهدينا وأتابع الحوار مع ضيفي الدكتور حسن مقلد. أهلا وسهلا فيك من جديد. على سيرة المناقصات والفرطان اللي صاير بالدولة واستسهال الخرق من وين ما كان، خلينا ننتقل لموضوع الكهرباء. موضوع الكهرباء اللي كمان مد وجزر ولا قيامة قيمة ويجوز فيه كل علامات الاستفهام، يعني أنه شو هالسحر ساحر يلي بيخلي مناقصة بهيدا المستوى ما يتقدم لها إلا شركة وحدة يلي هي كرادونيز، وما ترسي أو تحاول أنه ترسي إلا على شركة وحدة، وهيدي الشركة يلي عارفة حالها سلف شو عم تعمل ويلي عم تتصرف على قاعدة بارحة كمان. يعني عم نستشهد بالنائب سامي جميل يلي قال بتطلع بيانات وبترفع دعاوى وبترعي إعلاميين لزيارتها وكل هذا الأمر، وكأنه الأمر تحصيل حاصل، عارفة حالها شو بدها تعمل. وزير الطاقة بيتهرب من سؤال زميل لنا وبيمغمغ وبيلف حواليه بطريقة غير مباشرة بموضوع الكهرباء، وأنه هي مستوفية للشروط، أنه الله خلق هذه الشركة وكسر القالب وما في غيرها، علما أنه الجميع يعلم أنه دفتر الشروط فصل على قياس هذه الشركة. ما بعرف موضوع الكهرباء لوين؟ شوف أول شيء موضوع الكهرباء للمصادفة مع سوريا يلي الدنيا خربانة فيها والأيام قايمة وحرب ودمار وما هو. بارح بلشت إنتاج الكهرباء على الطاقة الشمسية وماشي حالها، وبكرة بعد نستجر الكهرباء من سوريا. يعني لو بس عصير سوريا، بس هيك معلومة، من شهر كنا بسوريا ودعيت على محل كان عم يدشنوا شو اسمه محطة بريف دمشق بساعة 600 ميجاوات، كانت عم تعود للإنتاج. فكانت شغلة كتير فظيعة، خاصة أن المحطة كانت بتاخد 400 ميجا من مولدين بيولدوا هني على البخار تبعهم لمولد الثالث، فبيطلعوا 600 ميجاوات. فكانت تجربة يعني لإلي أنا كانت كتير مهمة، خاصة أنه أنا بعتقد يمكن من يعني العاملين بالمجال الاقتصادي اللي واكبوا خبرية الكهرباء أقله من سنة 88 يوم بيوم. يعني شوفي، أنا بموضوع الكهرباء بدي أقول قبل ما نحكي بالتفصيل بدي أقول هيك كم شغلي بس، يعني يمكن الناس ما كتير يحبوهن بس أنه لازم واحد يقولون للأمانة للتاريخ. يعني بيوم من الأيام بيطلع رئيس وزراء سابق هو فؤاد السنيورة بيعلن الكهرباء صارت مكلفتنا 10 مليار دولار لحد هلأ، وكل الدين الداخلي الدين العام تلتو ناتج عن الكهرباء. وهيدي القصة تبنوها كل الناس عمولها تاريخ معين، وصارت يعني
اللي بيفهم بالموضوع بيفهم الموضوع بيخبرك اياها كانها مسلم. انا بحب اقول اليوم يعني ومسؤول عن كلامي بالارقام انه ورشه اعمار الكهرباء بكل عهد الاعمار القديم اللي صار مع محطات التحويل مع مركز التحكم مع كل شيء كلف وقتها مليار و750 مليون دولار كله 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 كله. يعني هون مش عم فوت قديش كانت المناقصات سليمه ولا مش سليمه، صحيحه ولا مش صحيحه. كلفت مليار و750 مليون دولار. ال10 مليار دولار اجوا من كلف تشغيليه اخذت قرار الدوله اللبنانيه فيها ممثله بالحكومه اللبنانيه ووطن مجلس النواب مجتمعه. رح احكي كيف بس بكلمتين توصل دغري للملف اليوم. طبعا هلا صار رقم اكبر بكثير بس عم بحكي عن وقت ما اعلن بوقتها. بس ياخذ مجلس الوزراء قرار يقول انه انا بسعر برميل النفط بسعره ب 25 دولار بموازنه الكهرباء. لو وصل هذا البرميل النفط لل 140 دولار انا بسعره ب 25. لو انا بدي اجبي الكهرباء 100% انا معناتها الفرق بين ال 25 و 175 دولار على كل برميل هيدا خساره عم تتسجل. العالم ما بتعرفها هي الخساره منين اجت. بس انا اخذ قرار واقول انه انا اذا كلفت انتاج الكهرباء عندي كلفته كان 15 او 16 سنس، عم بحكي بهذاك الزمن كان سبعه للدقه، وانا عم بيعه باثنين او بثلاثه، الفرق بين سعر الكلفه وسعر المبيع هيدا خساره بالكامل. بس هيدا قرار اخذته الدوله. بس انا اقول انه انا بيجي بشتري معملين وقت عم بحكي 94 معملين باحدث مواصفات بيشتغلوا على الغاز وانا بشغلهم على الفيول اللي هو اغلى بكثير، الفرق بين الكلفه اللي انا دفعتها لاعمله على الغاز وما جبت لهم غاز شغلتهم على الفيول، هيدي خساره وهذا خيار، هيدا مش سوق ممارسه يوميه. هيدا الوضع لانه طبيعي ولانه سليم وكل الاطراف مشاركه فيه على اختلاف درجه مسؤوليتها، اللي كان عم بدير واللي موافق واللي كان قبلين. نعم. انا اليوم بس اقبل اقول انه انا الفرق بين الفاتوره بين كلفتها عن جد وبين سعرها عن جد هو اليه دعم اجتماعي. انا كنت كمسؤول لو انا مسؤول بيجي باخذ قرار بدفع الفاتوره مثل ما لازم دفعها على السعر اللي دفعها فيه تفوت على مؤسسه الكهرباء وبدفع مقابلها اليه دعم اجتماعي لمؤسسه الكهرباء وبوضح انه انا عم بدفع عن الشعب اللبناني او عن الصناعيين او عن اللي عم يستهلك كهرباء هالقد، بس مش بعمي عيوني وبقول كلفه الكهرباء هالقد. هول لوين بوصلوا؟ هول بوصلوا لمحل انه كان في صراع على الكهرباء من سنه 92 لليوم بيشبه الصراع على كل القطاعات بقلب البلد. هيدا الصراع على جوانبه كان اول شيء له علاقه هاي الكهرباء شو مصيره؟ بيطلعها القطاع العام ولا القطاع الخاص؟ لانه اصحاب هاي النظريه اللي بيعموا الارقام بيجي بيقول لك هو بكل بساطه بيعيها بدولار واحد للكهرباء بربح انا قيمه الدعم اللي عم بدفعه لكام مليارين دولار. هذا الحكي خطير كثير لانه هذا الحكي البنك الدولي نفسه اللي هو حبيب قلبه طبيعي كل شيء عمل تقرير بشباط ل 2013 تقرير شهير وقال بالتقرير اذا بتخصصوا الكهرباء اليوم رح تكلفكم اكثر ورح يكون مجموع كلفتها على الشعب اللبناني اكثر، لانه في مجموعه شروط بدكم تعملوها لتوصلوا لهم. طيب شو عم نعمل نحن؟ مقدمه لاوصل لنقطه واحده. هي النقطه بتقول انعمل خطه كهرباء سنه 2010. اول شيء شو ما كانت اي خطه بتنعمل مع كل سيئاتها افضل من اللا خطه، افضل من الفوضى اللي هي قائمه، هذا واحد. اثنين اذا انعمل خطه ايجابيه ومنيحه فيها ثغرات مثل كل شيء بالدنيا في ثغرات بكون كمان افضل وافضل. هاي الخطه ما مشيت، نحن اليوم كل نقاشنا مش بالخطه بالمناسبه. نحن كل نقاش البلد اليوم ما حدا عم بيناقش بخطه الكهرباء، كل العالم عم بتناقش بالخطه. مناقصه شو؟ مش المناقصه لا بالخطه، عم بتناقش العالم بالكهرباء البديله اللي بدها تيجي. طبعا هلا عم نحكي. ايه بس هذا شو يعني؟ هذا بتخيلي نحن اليوم النقاش الحقيقي مش عم نناقشه. يعني اليوم ما حدا وقف قال خطه الكهرباء مضبوطه ولا مش مضبوطه بس بسبب شو نحن مش عم نناقشه؟ لانه خلقوا لنا مشكله جديده بل بدل ما نناقش الخطه الاساسيه السبب السبب صرنا عم نناقش قصه السرقه والاستفاده والضب الجيوب. لا لا ما لقطع علي استمر ارجع لك بس معلش عد لي اياها اذا خط او وضحها لا لا عفوا اذا خطه الكهرباء مفترض هيدي تعطينا انتاج هالقد 1000 كذا ميجاوات نحن عم نحكي من هلا لوقتها شو بنعمل؟
نقاش اليوم البلد قائم من هلا لوقتها، يعني الكهرباء البديله اللي بدنا نجيبها لدرجه خطه تعطي مفعوله، هيدا عليها خلاف. منين بنجيبها؟ بنجيبها من البواخر، كلفه البواخر هلا. ليش هن قرروا هيدي؟ ليش قرروا الخطه؟ طبعاً. اي متى لازم تشتغل الخطه؟ طبعاً. واي متى لازم طبعاً. نوصل لهيدي الخطه؟ طبعا هي كلها متفق عليها، هيدي ما عليها نقاش. اوكي طيب، يعني عم نحكي هلا بالمرحله البديله مش هيك؟ من هلا لوقتها. اذا من هلا لوقتها، يعني انا بالنسبه لي عم شو هالنقاش هذا المفتوح؟ ما في 100,000 طريقه لنجيبها، وفي 100,000 طريقه لنحسن الشروط. وانا هون دغري بقول لك، يعني كمراقب بهذا الموضوع او كاي واحد، اكيد النقاش اللي داير بالبلد لا معقول ولا مقبول، ولا الطريقه اللي عم تتسوق فيها القصه معقول ومقبول. انا اليوم لو كنت محل وزير الطاقه، او لو كنت محل المتمسكين بهذه الخطه، انا ما بكون عندي مانع افتح كل الدفاتر على كل العالم وناقش كل العالم بكل شيء، واي حدا عنده فكره احسن يتفضل يحطها. انا مثلا اليوم بقول لك بكل بساطه، مش هن ناقشت معهم، مش انه ما ناقشت معهم، هن بنقاشهم عم بيقولوا نحن عم نوفر. في ناس عندهم وجهه نظر بالبلد، وانا كنت ميال لوجهه نظر الثاني لفتره طويله، وبعدني مني حاسم وجهه نظري انه لا، يمكن بلكي ما فيها توفير. طيب، في تجربة سوريا اللي صارت، معلش احكي تجربة سوريا مع لبنان. قبل ما نفوت على تجربة سوريا، اسمح لي بهيدا النقطة بالتحديد، معلش. الناس ما بهمها يمكن هالقد، أو ما بتفهم هالقد الناس المواطن العادي بتفاصيل الخطط وبكل التكتيكات اللي صايرة بالخطط وكل شيء، ونحن ما عم نقول إنه لا، مش لازم يكون في خطة بديلة، لأنه إلى حين أن تتبلور وتزبط الخطة الأساسية نكون على القليلة مأمنين البلد. نقاش مش هون، اللي بهم المواطن اللبناني توصل كهرباء، أول شيء توصل كهرباء، ثاني شيء وبهالقد بساطة، ليش بس هيدي الشركة؟ ليش ما فتحتوا باب المناقصات لشركات أخرى؟ وكان في شركات مقدمة عروض أرخص من هيدي الشركة بكتير. اليوم أنتوا عم بتقولوا كاد المريب أن يقول خذوني، أنتوا عم بتخبرونا أنكم عم تسرقوا، أنتوا عم بتخبرونا أنه في ملف فساد كتير كبير ومناقصات مشبوهة بهذا الموضوع، أنتوا عم بتجيبوا الدب على كربكم. طيب اليوم بس هذا، هل بدنا نعرف؟ ما بدنا نعرف اكثر. هذا السبب اللي خلاني اقول لك انه انا لو محل الناس المتبنين الخطه المرحليه البديله كنت بفتح كل الاوراق وبقول اللي عنده. طيب بدك تشوف قديش طالع بايدهم، يعني حتى الناس المعنيين مباشره، رئيس دائره المناقصات الاستاذ جان العليه عم ياكل، خلينا نقول عصي. انا عم روح ابعد وعم بعد. انا عم روح ابعد من هيك، انا عم اقول لك اليوم بكل بساطه نحن بس لانه تجرى وقال لا، يعني بمرحله، بس عم بحكي عن موضوع سوريا، ما كنت عم بحكي بالموضوع العام، كنت عم بحكي عن موضوع الكهرباء بالمرحله البديله. نحن اليوم عم ناخذ من سوريا 276 ميجا. نحن وقعنا بمجلس الوزراء، ما صار في توقيع لاستجرار 276 ب 400 مليون بفتكر؟ ايه، هو 250 مليون. هو الـ الفكره، هو هذا اتفاق قديم منه اتفاق جديد. يعني مروا على مجلس الوزراء، ما بعرف ليش ما كان مفترض اصلا يمروا على مجلس الوزراء، لانه هو اتفاق قديم لبنان كان ما عم ياخذ مصاري بالنهايه، بده ينصرف. لا 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 لا، ما هو ما في مصاري زياده. كمان هيدا واحد من القضايا اللي الناس ما في موازنه لمؤسسه كهرباء لبنان. اليوم كل الكهرباء اللي عم تجي من سوريا تحت سقف الموازنه، ما جاب اموال زياده. يعني الاموال اللي موجوده عند مؤسسه كهرباء لبنان منها عم يستخدم اموال، فما في اكسترا، هيدي اموال من ضمن السقف اللي موجود. انا عم حاول اليوم اطرح فكره، يعني انا عم اقول اليوم نحن من سوريا نجيبنا ثلاث مصادر. اول مصدر اللي هو 66، اللي هو كلفته اعلى بشوي من كلفه البواخر، وفي مصدر هو 300 اللي كلفته تقريبا قد البواخر، وفي مصدر ال 400 اللي بيصير يمكن احسن من البواخر. نحن اليوم لا اعتبارات تقنيه، المصدر الافضل عم نجيب منه الكميه الاقل، حوالي 80 ميجا، بينما المصدرين الثانيين عم نجيب اكثر. إذا نحن عن جد عنا إمكانية، وأنا بعرف إنه عنا إمكانية، خلال 6 أسابيع نقدر نجيب. أنا بقول لك بكل بساطة، في قضيتين في تم التفاوض عليهم. أول قضية يصير نجيب من المصدر الأرخص من سوريا. عم بحكي عن مرحلة انتقالية، هذه يعني نفسها خبرية البواخر يعني. أو كل الكمية أو كمية، إذا فينا نعملها هي الشغلة. وفينا إذا عم نجيب كمية كبيرة لحدود بلكي 600 بلكي 800 بلكي 1000 نقدر. مين قال مش ما بنقدر نعمل تفاوض على كل السعر من اوله لاخره؟ وانا هون على سؤال، في امكانيه انه سوريا تمدنا بكل كميه الكهرباء بلا اللجوء الى البواخر؟ سوريا كجهوزيه
عندها إمكانية كجهوزية، بس القصة مش إنه سوريا عندها إمكانية ولا ما عندها إمكانية، كيف فيك تنقلي هيدي الكهرباء من سوريا على لبنان؟ أنا هل كنت الجملة اللي بدي أقولها إنه أنا يعني حكيت مع رئيس الحكومة السورية عدة مرات بهذا الموضوع بالتحديد، وكان الحديث واضح مع وزير الكهرباء ومع كل المسؤولين، فكان الحديث واضح. نحن اليوم ما في إمكانية تقنية نجيب الكمية من سوريا إلا بتفاهم سوري لبناني، نقدر خلال أسابيع محدودة نقدر نعمل محطات وخطوط نقل لمسافة معينة، لأنه نحن لبنان ما عنده جهوزية اليوم بمحلات كتيرة يقدر يستقبل هذه الكهرباء. تتطلب الكثير المحطات؟ لا عملك لا لا عملك لا بست أسابيع بتنعمل؟ عملك أنا حسب تقرير فني حدا قال أنه بست أسابيع بلا في إمكانية. عم روح أبعد من هيك، عم روح أبعد من هيك لأقول إذا هيدا هو النقاش بالبلد عن جد على الشركة، والنقاش أنه ما في بدائل عن هيك، بلا في بدائل بلكي بتنبحث، بلكي هذا الحديث أنا عم أقوله يوصل على محل يصدم بحيط مسدود ويقول لا. بس شو الخوف أنه ما تتجرب كل البدائل؟ لأنه أنا برجع بقلك مش دفاعا عن الخطة البديلة، هو الاحتساب على شو عم ينعمل؟ عم ينعمل على شغلتين. عم ينعمل الاحتساب على مصدرين قائمين اليوم، مصدر سوريا اللي هو إذا بتجمع ثلاث مصادر تطلع فعلا أغلى بشوي صغيرة من البواخر إذا جمعت الثلاثة مش قسمتيهم، والمصدر الثاني هو الموتورات الموجودة بالبلد. الموتورات الموجودة بالبلد أغلى بكتير من البواخر، احتساب هيك عم بيصير. السؤال الجدي، أنت هلأ عم تقولي في شركات إجت وأعطت أسعار أرخص، إذا فعلا في شركات إجت وأعطت أسعار أرخص بيكون من الجنون ما نروح عليها. أنا بتجربتي بقول لك أكثر من حدا إجى لعندي وناقشني بشكل جدي ببناء قصص، بس تعمقنا شوي بالموضوع وصلنا لحيط مسدود. هذا ما بيعني إنه هو اللي إجوا هن الله كسر القالب، بس هيدي حتى لي ما يكون الحكي بس بالتهجم. أنا هون بقول لك أنا يعني شوي مسؤول عن كلامي هالقد بهذه الناحية، اللي عن جد عنده مشروع ببين إنه هالقد جدي، أنا بعتقد إنه بلا في إمكانية لتبني هذا المشروع، خاصة إذا موضوع الوقت. أنا هون عم بطرح له مشروع بعتقد أنا بده ست أسابيع وقت أسرع من أي مشروع تاني. لحتى اللي بتتأمن مشروع الخطوط المحطات تمام والخطوط تمام، وساعتها بتنجيب بس الكهرباء من سوريا وأكيد بكلف أرخص بس كتير. أنا بالمقابل برجع بقول لك، بس حكيت عن 10 مليارات دولار بالبداية، كنت قصد شغلة واحدة بس، أدمنوا في فساد بالبلد، وأدمنوا في حد الفساد يعني تكبير لبعض المسائل وتغطاية على الجوانب الأوقات اللي لازم واحد يضوي عليها عن جد، بتصير القصص اختلط الحابل بالنابل. بتصير نحن قدام أوقات في شغلات كتير بتنظلم مش سليمة، وفي شغلات بالقلب بتصير. أنا بملف الكهرباء محل ما أنا دارس الملف بحكي فيه بصراحة، محل ما دارسه بقلك في كتير غموض وفي كتير استسهال برمي الكلام بهذا المجال. هلأ برجع بقلك من بعيد، بس واحد يجي يقول ما في إلا هالشركة الله خلقها، بلا بتعمل ارتياب، أكيد تعمل ارتياب، والمسؤول عن هذا الحديث لازم هو يكون 10 مرات يوضح الموضوع، مش لأنه حدا بس عم بشك فيه، البلد كله عم بشك ببعضه، بس هو حتى يكون كمان ضميره مرتاح وعم بفرجي هذه المسألة، بلكي في مشكلة بالتواصل لازم كمان يحكيها. اللهم إذا ما في شيء تاني أبعد من هيك. ركز هاي آخر وحدة، اللهم إذا ما في شيء تاني. قبل ما فوت على بريك إعلاني، عنا قضية قديمة جديدة رجعت عم بتفوش، وهي قضية النفايات. رجعنا فتنا على ما يبدو بدوامة، ورح نرجع إلى نقطة الصفر بهيدا الموضوع، وقف تنفيذ إقفال الكوستا برافا، صار سير المفعول، الكلام وبدء التسريبات وبدء الكلام عن أنه على ما يبدو ليس هناك بديل عن مطمرة الناعمة، وفي حكي عن إمكانية إعادة فتح مطمرة الناعمة والأيام قايمة. لوين واصلين بهذا موضوع ملف النفايات بالتحديد؟ هلأ ولا بعد البريك؟ لا هلأ، قبل البريك. أول شيء بعد البريك بدنا نروح على أول شيء ملف النفايات. أنا رأيي ما أقفل ولا لحظة ولا لحظة، وملف النفايات يعني عن جد بطلها واحد حط راسه بالرمل او بالزباله، يعني اذا واحد بده يحكي. اول شيء مع تشكيل هاي الحكومه وعدنا انه وزير البيئه استلم الملف وسيفجر خطه، بقينا ناطرين على الخطه، ونحن يعني عرفتيني بالبدايه انه في موقع جرين اريا، موقع جرين اريا يعني موقع بيئي صحيح، وعلى مستوى يعني الشرق الاوسط وحوض المتوسط، فيعني كنا لاهتمامنا ومكرهين مهتمين بالملف، وعندنا يعني خبراء معنيين فيه، يعني بين دكتور ناجي قداح وبين بسام الأمطار وبين فادي جمعة، بفتكر في ثلاثة يعني شبه متفرغ جزء كبير صحيح من وقتهم لهذا الموضوع.
وانا بقول لك بقينا نلاحق يعني، وانا شخصيا حكيت مع اكثر من حدا كرمال وزير البيئه كرمال خططه، يعني يقدر الواحد اذا مفيد بشي شغله يقول له شي فكره. يعني اخفيت الخطه واخفيت وفجاه حصلنا عليها هذيك اليوم وفجرت بطريقه يعني الله يرحم ايامك يا اكرم شهيب ويا محمد المشنوق ويا الشباب اللي عاملين بهذا المجال. تمخض الجبل فولد فقرا رجعوا على مطمر النعمه. انه يعني الله يعني هلا بامريكا عنده مطمر نعمه والله بروسيا عنده مطمر نعمه، شو هالفضيحه هيدي يعني. وانا ما عم بزيع سر، اول ما اجى الملف اول ما اجى كتبنا علنا انه هيدا ملف رح نوصل لكانون ثاني 2018 بدها تنفجر المطامر، لانه الشركات اللي لزموها شركات بحياتها ما اشتغلت بالمطامر، بحياتها ما اشتغلت بالمطامر ولا عم بيراعوا لا الاعتبارات الصحيه ولا البيئيه. شو عم بيراعوا اصلا؟ محل عم بيراعوا مصالح الماليه، وكل العالم بتعرف انه هذا اللي اشتغل بالكوستا برافا اخذ قرار بفض المناقصه برفضه، بقي يشتغل مجانا اكثر من 13 يوم وتنزل 10 مليون دولار وكفى ولا كانه في شيء على عينك يا تاجر. فموضوع النفايات بعدنا مش بس بنفس النقطه، نحن اليوم خسرنا البحر للاسف، يعني انا عم اقول هيك خسرنا البحر بكل معنى الكلمه، وخسرنا البحر وصلنا لنقطه هلا سكرنا قفلنا. يعني وانا برجع بقول لك نحن شو ما صار هلا رح نوصل لكانون ثاني، رح ترجع الزباله على الطرقات شو ما صار، بس الفرق انه كان عندنا ورقه ذهبيه حقيقيه لازم نحافظ عليها، حرقناها ورجعنا للوضعيه اللي كنا فيها، نعمل مناقصات كل الشركات اللي اجت ما لها علاقه لا بزباله ولا لها علاقه بشيء. وانا يعني بدعي انه كل لصاحبه يعني اللي انعمل بملف النفايات اعيد توزيع الحصص بشكل انه صاحب الامر اخذ مباشره مش بواسطه وكلاء او وسطاء، اخذ وكل منطقه عليها ارما الشخص نفسه موجود. وانا حتى عنا بالموقع اليوم حاطين للاسف يعني عنوان محل انه خسر هذا وربح هذا، لا الخسر هو ربح، اللي خسر هو ربح، خسر باسمه وربح باسم ثاني. فيعني كل النفايات بالبلد اليوم بيملكها شخص مجموعه بنسبه شي 95% و5% فراطه على البقيه. مين هي المجموعه؟ بس المشكل ولا معروف اسمها والعرب ولا ما معروفه، مش انه يعني ما بدها للتذكير. لا ما هي القصه بتصير هالقد واضحه للتذكير. القصد بس انه نحن اليوم شو عملنا بكل هالاشهر اللي مرقوا، وشو عملنا بكل حكومه تمام سلام غير شينوك وغير شينوك والى اخره. اللي صاير اليوم نحن قدام ازمه بيئيه الاول ما الاخر، وقدام ازمه اجتماعيه الاول ما الاخر، بعدنا ما اشتغلنا على بدائل جديه. واسوأ شيء انه قدام هذا الواقع شو عم بحطوك قدام؟ شو او مطمر النعمه بده يرجع يفتح، سواء اسمه مطمر النعمه او شيء مطمر نعمه شيء محل تاني بهذه الطريقه، او قدام محرقه. وقدام المحرقه بتسمع اليوم اصوات يعني بيجي من اقصى اليمين اقصى اليسار، من اقصى 8 ازار لاقصى 14 ازار، كلهم متفقين على المحارق، بحبوا المحارق كلهم. بيقعد بخبرك واحد نراه على فيينا وشاف المحرقه، يا حبيبي محرقه فيينا حقها على القليل 7 مليارات اورو. انت المحرقه اللي عم بتجيبها لهون عم بتفكها من رومانيا، حقها كلها على بعضها 400 مليون دولار، رومانيا عم بتفكها لانه صارت مش ملائمه للشروط الاوروبيه بده يفككوا لك اياها. انه ما تخبرنا خبريات، اليوم العالم ضيق، اللي بيتابعوا بيعرفوا. اليوم هذا واحد راح جاب لك دخون هذيك اليوم حطه بضيعه، صار بده يخبرك انه احسن محرقه بالعالم. جابوا خبير بريطاني اجى لعنا احنا على مكتبنا، طلع عن جد شحط وقف بالاخر يقول انه انا مش شغلتي انا مسوق، انا بجيب لكم الخبير بكره لانه فرجوه على الورقه والقلم شو الضرر اللي بتعمله. يعني نحن اليوم كل هيدا عم بيوصلنا لشو؟ تمهيدا لشو؟ تمهيدا لمرحله اسوأ من المرحله الحاليه تحت شعار الضروره. رجعنا لخبريه او هيدي الشركه او ما في حدا، او هيدي القصه او ما في حدا، خلص امر هيدي بقى. هي القضايا، هل هي القضايا اللي عن جد ببلش منها تغيير جدي؟ هاي هي القضايا اللي بتطال الناس بالمباشر. وهيدي شو بدها؟ هي بدها شغله وحده، اليوم العلم موجود، اليوم المعرفه موجوده، ما حدا اشطر من حدا، يمكن هن اكفأ منا ب 100,000 مره بالعلم وبغير العلم. شغله وحده مطلوبه انه واحد يقبل بس يكون مسؤول، يشيل مصلحته الشخصيه ومصلحته الماليه ومصلحه جماعته يشيلها على جنب ويقول هيدا البلد ليبقى يضلوا يسرق منه، بده يعطيه مصلحه للبلد
بمعيار بجزء معين ليقدر يكفي. هيدي الصعوبة انك تقنع حدا يشيل مصلحته ومصلحة جماعته على جنب، هيدي الصعوبة العظمى يعني. بس واحد خلينا بس واحد يطلع بالبلد ويشوف حجم التضحيات اللي عم تنكب، ويشوف حجم الدم اللي عم ينزل، ويشوف حجم الانتصارات اللي عم بتصير، بيأسف وبيزعل يقول صحيح. انه عن جد البلد هالقد ما بيشبه بعضه، ناس بتروح على القتال وعلى الأسر وعلى الجرح، ناس بتقدم دم بهيدي الطريقة، وناس يعني ما عندها هم الا بس تطلع مصاري. يلي بزعل اكثر كمان لما بتكون عم بيصير البلد على قاعدة حامية حرمية، هيدا بزعل اكثر كمان. خلينا نتوقف مع فاصل اعلاني قصير، ندخل بعده بما تبقى من وقت طار الوقت مباشرة نحكي شوي عن إعادة اعمار سوريا لانه في مراحل من لبنان. بدي احكي عن لبنان، عن لبنان بسوريا لو سمحت. إعادة اعمار سوريا من لبنان، هيدا الاقتراح الخطير تبع هيدي طرحها وزير الاقتصاد وسعد الحريري، بس هو وزير الاقتصاد نظر له، هو عبقري، عنده رؤية عبقرية. هلا بنشوف بريك علينا ونتابع. مرحبا فيكم من جديد مشاهدينا، وقبل ما تابع حديثي مع استاذ حسن مقلد خلوني انتقل مباشره الى ساحه النجمه وزميلنا حسان الرفاعي اللي عم بيتابع مجريات سير الجلسه التشريعيه، يمكن ما بعرف اذا بلشت، اكيد ما هو كان المفروض بلش الساعه 11. صباح الخير حسان. صباح الخير سمر لك ولضيفك. بالفعل الجلسه بدات منذ حوالي 40 دقيقه وخلت الساحه الان. لعل الابرز اليوم سمر هو من خارج جدول الاعمال، وهو ما لن يطرح اليوم بحسب ما قال الرئيس بري يوم امس، وهو اقتراح الرئيس بري بتقصير ولايه مجلس النواب وتبكير الانتخابات. هذا اقتراح القانون المعجل المكرر هذا يقضي حرفيا أن تنتهي ولاية المجلس الحالي في تاريخ 31 من شهر 12 من عام 2017، على أن تجري الانتخابات قبل هذا التاريخ وفق القانون الجديد، وحتى لو كان ذلك يعني عدم اعتماد البطاقة البيومترية. الرئيس بري الذي اعتبر أن أسباب التمديد انتفت جميعها كان قد أوضح أنه سار في التمديد بناء لطلب الرئيس سعد الحريري، الذي اعتبر أن الأوضاع الأمنية في طرابلس قد تعرقل الانتخابات بالنسبة لتيار المستقبل. ردود كثيرة جاءت على كلام الرئيس بري، والتي كانت هي محور حديث الجميع صباح اليوم، حتى أنها غطت على بنود الجلسة، إلى جانب الآن النائب إبراهيم كنعان للوقوف أكثر على موقف التيار الوطني الحر من كلام الرئيس بري. سعادتك شو رأيكم اليوم بكلام الرئيس بري يلي إجا امبارح، إذا فينا نعتبر كرد يمكن على مقدمة الأو تي في يلي تحدث إذا في مجال انه تتبكر الانتخابات وتقصير ولايه المجلس؟ يعني ما بعتقد الرئيس بري رح يرد على الاو تي في او على اي وسيله اعلاميه اذا طلعت بموقف او طلعت بتحليل معين. انا رايي انه بدايه التيار والتكتل التغيير والاصلاح من الاساس ضد التمديد، نحن من 2013 بدنا انتخابات وطعنا مرتين بالتمديد اللي صار. اليوم صار في قانون انتخاب، هالقانون الانتخاب الجديد بيتضمن عدد من البنود الأساسية، من النسبية، من إعادة توزيع الدوائر الانتخابية، من كثير من المسائل الأساسية، كمان علاقة بعدم يعني بالحقول دون تمكين أي حزب أو أي كتلة أنه يضغطوا على ناخبينه. هيدي الإصلاحات نحن معها، إذا كان تقريب الانتخابات يحافظ أيضا ويحمي الإصلاحات ويكون في هنالك إمكانية بأن ينفذ هذا القانون نحن معه. نحن معه مش بكرة، نحن معه مش بعد شهرين، نحن معه بكرة، معه امبارح. وهذا الشيء بعتقد الرئيس بري بالعكس ليش بده يكون عم بيرد، عم بيلبي طلب أساسي، وهو أيضا كمان يمكن هذا رأيه، هو عبر عنه وأنا بحترم رأيه. هل رح تسيروا بهذا الاقتراح؟ مثل ما قلت لك نحن اللي بهمنا بالموضوع أكيد إذا كان بأمن عملية الإصلاحات اللي كلنا تفهمنا عليها واللي بنعتبرها بتأمن التمثيل الصحيح والفعلي من بعد 27 سنة يمكن من التهميش ومن اللي شفناه من زعبرة بالانتخابات، بتعرف شو كان يصير. بقى إذا كان هذه الإصلاحات يلي نحن نعتبر أنه في مصلحة كتير كبيرة لنا لبنانيا وديمقراطيا أننا نعتمدها يحافظ عليها نحن معه، ولكن كيف بدنا نطبق قانون انتخاب يعني قانون انتخاب من دون مضمونه؟ اذا مضمونه مؤمن نحن معه،
إذا كان مضمون وغير مؤمن، يعني إذا لا سمح الله تقريب الانتخابات سيخسرنا عدد من الإصلاحات الكبيرة، نحن بنفضل أنه تكون الإصلاحات من ضمن هذا المرسوم. إذا بخسركم البطاقة البيومترية بتصيروا؟ مش موضوع بطاقة بيومترية، يعني هلأ اليوم صار مثل فاشن، يعني بدك تحكي على الموضة أنه بتحكي بطاقة بيومترية بيطلع، بتعرف موسم انتخابات، هذا بيقول لك منيحة، هذا بيقول لك مش منيحة، هذا بيقول لك نسيل البطاقة البيومترية. نحن مع مجموعة، مع سلة من الإصلاحات، من السقوف يلي انحطت، من الشروط يلي انحطت، اللي بتأمن بقدر الإمكان صحة التمثيل. شو معناتها بطاقة قبل ما نوصل على بيومترية؟ شو كان بطاقة ممغنطة لشو كانت؟ ورقة موحدة للاقتراع لشو كانت؟ لا تمنع عمليا ترغيب وترهيب الناخب. اليوم الوزير بطرس حارب عم بيقول البطاقة الممغنطة بتسهل على السلطة تزوير نتائج الانتخابات لإيصال الممثلين اللي بتلاقيهم أنسب، شو تعليقكم على هذا الرأي؟ ما بعرف كيف، يعني نحن وقت ندرس القانون وندرس بالمجلس النيابي وبلجان مختصة، بالعكس كان الكلام إنه هيدي البطاقة بتمنع، وبالتالي الثورة على البطاقة مش لأنه يعني بلو إنه بنعرف كلنا، الثورة على البطاقة لو إنه صحيح بتسهل كانوا يمكن مشوا فيها. لكن لا، البطاقة مش رح بتسهل. ليش؟ لأنه ما فيك بقى تعلم، يعني ما فيك تفوت تنتخب، ما فيك تنقل ناخبين من بلد لبلد بكميات من الأموال الكبيرة اللي بتنضخ بهيك مرحلة حتى إذا بدك تأثر على قرارهم. بكلمتين، شو بدنا بالتفاصيل؟ نحن مع إجراء الانتخابات مبارح مش بكرة، خلينا نحافظ على الإصلاحات المطلوبة ونحن معه. سؤال أخير فيما خص جلسة اليوم، أولى البنود موضوع البترول، الرئيس بري كمان اقترح عدد من القوانين يلي بده يطرحها بالمجلس، أولا الصندوق السيادي، الشركة الوطنية، بالإضافة لموضوع البر، شو تعليقكم على هذا الموضوع؟ شو نظرتكم لهدول المشاريع؟ هذا موضوع أساسي، لبنان تعرف ناطر موضوع الغاز وموضوع النفط، وهذا شغل كتير مهم لنا. هلأ بالتفاصيل رح نناقشها، بطبيعة الحال كل اقتراح يؤدي إلى تحسين هذا القانون ويؤدي إلى إذا بدك عطاء استقلالية معينة مع شروط بتأمن مصلحة الخزينة من صندوق سيادي وغيره، نحن معه. آخر شغلة بدنا إياها أن تهدر هذه الأموال مرة تانية مثل ما انهدر كتير بالعشرين سنة الماضية. فإذا خلينا نناقش، فايتين تنناقش، هلأ أنت عم تأخرني عليهم، ما يكونوا بيعطينك حتى يقعدوني برا، وأنا فايت وبشكرك على المداخلة. شكرا. يعني سمر، كما هو واضح موضوع اقتراح الرئيس بري هيمن على الأجواء يعني بأسرها. سريعا جدا دعيني ألخص المواقف التي جاءت بمعظمها مشابهة لموقف كتلة التغيير والإصلاح. إذ أن النائب محمد الحجار أكد لنا أن الموضوع سيطرح للنقاش داخل كتلتهم. الرئيس ميقاتي ثمن موقف الرئيس بري، ثمن اقتراح الرئيس بري معتبرا أنه يعني يهدف إلى الحفاظ على الحياة السياسية. بعض الكتل استبعدت أن يبصر هذا الاقتراح النور، معتبرة أنه ربما لإضاعة الوقت أو لتحريك المياه الراكدة. سمر، هذا أبرز ما جاء خارج مجلس النواب وفيما خص تحديدا اقتراح الرئيس بري يوم أمس. شكرا لك زميل حسان رفاعي، حدثنا مباشرة من ساحة النجمة، وطبعا سيكون لنا عودة في فترات لاحقة يعني في سياق ما يصدر من مستجدات في هذه الجلسة. شكرا لك حسان. برجع لعندك، حبيت كلام أنا كنت متوقع جبران كنت متوقع متوقع كنت متوقع الحقيقة أنه يعني كنت بعتقد يعني ضد الموقف التيار أو موقف الرئيس عون يكون ضد موضوع تقريب الانتخابات. هلأ الفكرة أكيد جوهرية، إذا حافظنا على جوهر الإصلاحات نحن بدأنا انتخابات مبارح. أنا بعتقد هيدي الروحية. أنا كمان تصريح الوزير بسيط غريب، فإذا كلام الوزير بسيط كلام عن تقصير ولاية المجلس هو ضرب للإصلاحات الانتخابية. ربما بعرف يعني ما مش بموقع فسر كلامه، بس بفتكر أنه لو عنده هيدي المعطيات أو عنده معطيات تانية كان تحكى بطريقة تانية. تسرع يمكن بالرد، ما عندي فكرة، ما عندي فكرة، عنده حساباته، أكيد عنده حساباته، هو شايف الصورة بطريقة مختلفة عنا نحن. على أي حال لحتى لي ما هيدا بده نقاش لحاله بعدين طبعا. بالمرحلة المقبلة طبعا. خلينا قبل ما ينتهي الوقت نمرق سريعا على موضوع إعادة أعمار سوريا. شوفي موضوع إعادة أعمار سوريا انطلاقا من لبنان مثل ما قال وزير الاقتصاد، يعني عن جد أنا ما بعرف شو بدي أقول، بس بدي أقول بس فكرة واحدة عن موضوع إعادة أعمار سوريا. شوفي سنة 2000 بس بلشت سوريا تعمل الانفتاح تبعها،
ثئب كان وزير التخطيط الله يرحمه بسوريا دكتور عصام الزعيم. نعم. وهو كان صديق يعني عزيز جدا. عملنا ورقة اقتصادية أنا وياه وقتها. الورقة الاقتصادية كانت بتشمل نقطتين أساسيتين. لبنان وسوريا كوحدة اقتصادية. وين نقاط القوة بلبنان وبسوريا؟ وين نقاط الضعف بلبنان وسوريا؟ كان غاية الورقة نوصل لشيء أساسي. اليوم بالعالم وعم بحكيك سنة 2000 من 17 سنة كان وقتها اقتصادات نحن وسوريا اقتصاد صغير شو ما قلنا. الوحدات الاقتصادية بالعالم عم تتغير بطريقة بنيويا مكان من القوة بالضعف عند بلدين مجاورين. فكيف بلدين شقيقين وعندهم شو ما حكينا هلا بالسياسة ولكن حجم ترابط العضوي بين البلدين أكبر بكتير بكتير من حجم التخيل الواحد بيقول. عم بنطلق من هذه الورقة لأقول شغلي اليوم نحن اليوم فيها تكون حل كبير لأزمتنا الاقتصادية إذا منتعاطى مع إعمار سوريا بشكل بنيوي وفيها سوريا توفر كتير وقت عليها وجهد إذا تعاطت معنا بهذه الطريقة. هذا مستوى كرمالك. بس كنت عم بحكي ببداية الحلقة أنه مطلوب رؤية اقتصادية عن جد. ما فيها رؤية الاقتصادية ما تاخد بعين الاعتبار المتغيرات اللي حوالينا وبالتحديد إعادة إعمار سوريا. ساعتها كل اقتصادنا بيتبرمج وبروح بخدمة غاية معينة بتطلعوا منا شكله. ببلش أنا من السياسة نحن ناقيين أول شيء خلينا نقرر إذا نحكي مع سوريا ولا لا بالأساس عم بحكي اليوم على الإعمار على ثلاث مستويات أوصل للسياسة. بس عمول فينا نتعاطى هيك الدول اللي عن جد بتكون بأزمة هالقد بس بدي نشهر كمال الوقت يعني قد ما قدر الله ساعدنا. هذه نقطة هيك الدول تعاطى. في مستوى تاني إنه أوكي في فرصة إعمار سوريا بلكي البلد بيستفيد. في فرصة ثالثة مستوى ثالث اللي هو للأسف الداير إنه بلكي بيطلع لنا شوية مصاري. ما هيك وضعنا بالويل. كم مسؤول وكم رجل أعمال وكم تاجر وكم واحد بلكي بنخبط لنا كم خبطة بسوريا بنهرب شوية شغلات نعمل شوية شغلات بيطلع لنا مصاري. أنا اليوم للأسف بقول لك المستوى كله شغل على المستوى الثالث إنه في فرصة حوالينا تعال نعمل هيك. إنه شو معناتها بيطلع رئيس حكومي ما بيحكي مع سوريا بيروح على واشنطن بيطلب من واشنطن الشركات الأمريكية تفوتوا على سوريا بنط على موسكو بيطلب من الشركات الروسية تفوتوا. يا خي والله المصنع أقرب دمشق أقرب يعني حجم التداخل بيناتنا أقرب. ما بيقدر الواحد اليوم هلأ اليوم مفتح الحلقة طلع وزير خارجية بريطانيا طيب بس هو بس هو رئيس الحكومة. أنت هون عم تحكي من منطلق شخصي عم يشتغل مش من منطلق رئاسة حكومة ما هيك؟ انا عم بحكي لو هو رئيس يعني انا بفترض لا المسؤول عم يطلب من الشركات الروسيه تفوتوا على سوريا. تفوت مين؟ تفوت لبنان ولا تفوت شركات خاصه؟ هو بالعنوان تبعه عم بيقول الشركات الخاصه اللبنانيه هيك عم بيقول. هلا هو شو بيقصد انا مش عم حاكم النوايا بس انا عم بقوله انه هو بحاجه يفوت من الباب الروسي ومن الباب الامريكي لانه صعب يفوت من مباشره من الباب اللبناني بعد سلسله المواقف اللي ايه بس يعني انا مش عم بكشف سر يعني يمكن كثير الناس بيعرفوا يعني انا من اكثر الناس اللي عاملين بورشة اعمار سوريا صح. يعني انا بعرف مش من مراقب ولا من بعيد بعرف من المطبخ من جوا بعرف عن جد انه مين عم بيروح ومين عم بيقدم وراء اعتماده. انا كنت عم اقول لك اكثر من هيك قبل ما نفوت على الحلقه طلع وزير خارجيه بريطانيا اليوم هلا بيعلن انه نحن ما رح نقبل نساهم باعمار سوريا اذا الرئيس الاسد بيضله. انا بقول لك اكثر من هيك هيدا وزير خارجيه بريطانيا عم بحكي مش عن لبنان. هيدا كان بعد جمعه الماضيه وفد بريطاني على بيروت يروح على سوريا ليتوسط ليفوت الشركات البريطانيه على سوريا. اذا هول عم بكذبوا على هذا المستوى يروقوا شبيبتنا عنا شوي يروقوا شوي على حالهم. وهن بيعرفوا انه هن عم يبعثوا شركات بالسر وبالعلن بالوجه المكشوف وعم يعملوا بارافانات لناس اصدقاء لسوريا وحلفاء لسوريا. وفي انا بقول لك يعني في الرمز الاكبر صار بعت له شيء 15 شركه ليه ما بنحكي بالاسماء مين هو الرمز الاكبر؟ العرب. عن مين عم تحكي؟ العرب حكينا قبل شوي عم جهاد سميني. العرب مثلا العرب ما بعرف شو باعت طيب شو باعت غير شو باعت حاول اقول انا انه اللي شو باعت شركات لتشتغل مقاولات بسوريا شو قال تشتغل. في ناس اليوم عم يشتغلوا في ناس عم بيروحوا يشتغلوا بالنفط في ناس عم بيروحوا بدهم يشتغلوا بالصناعات معينه في ناس عم بيقولوا عندنا سلع اليوم ممنوع تفوت على سوريا نحن جاهزين نفوتها. في ناس بدهم يشتغلوا بذات المحركات. ما في شغله بتخطر على بالك ما في لبنانيه اليوم واقفين بالصف مطوعين ليشتغلوها. ليه بدكم تشتغلوها هيك؟ بيطلع واحد بخبرك مرفق طرابلس منصه لاعمار سوريا. يا اخي تيصير منصه لاعمار سوريا
بدك اول شيء تقول شو وظيفته مرفق طرابلس، بدك تشوف السوريين شو بدهم. اذا انت ما بتعرف قدراته، اذا انت ما بتعرف انه في مينا بطرطوس وانه في مينا باللاذقيه توسعوا وتكبروا وتزبطوا وفي شركات روسيه عم تشتغل فيهم، رح تعملوا اكثر مرفق طرابلس. بتكون انت جاهل، بتكون عم تضيع الفرصه. لا تعرف الفرصه ما فيك تحكي عن سوريا وتفتكرها البرازيل، بدك تعرف سوريا شو عم بيصير عن جد لتقدر تحكي. انا عم اقول لك اليوم هيدي مش فرصه من طريقه القنص، فرصه للبلد ليتصلح البلد، ليفوت اقتصاد حقيقي، لتعمل عن جد علاقه سويه بالاقتصاد بين لبنان وبين سوريا وبين العراق. عندنا فرصه جديه، ولكن هي الفرصه الجديه بدنا كمان شوي نبعد عن مصالحنا وعن خلفياتنا وعن خياراتنا. حبيت اليوم الدوله بسوريا ولا ما حبيتها، هي الدوله عم تربح. ما بيقدر طلع هذيك اليوم معلق كبير تابع تيار المستقبل يخبر انه الجيش السوري مسيطر على 15% من الارض بسوريا. ما في واحد يكون جاهل هالقد ويطلع يخبرك عن جد كيف بده يرسم مسيره اقتصاديه بسوريا. على القليل اطلع بالخريطه واعرف عن جد الخريطه كيف هي. اليوم دير الزور اللي عم ترجع اكبر حقول نفط وغاز بسوريا موجوده، اكبر سله غذائيه موجوده فيها، عم بفوت الجيش السوري حلفائه على غرب الفرات وعلى شرق الفرات. بالسياسه الدنيا ما هن راحوا على موسكو، اليوم مكتوب مقال باحدى الجرايد انه الوزراء راحوا على موسكو جايين عم بيقولوا اوعكم تفتكروا هذا الميزان صحيح، الدنيا مشقلبه. يا حبيبي اللي كاتبوا لهذا المقال، لو الدنيا مشقلبه عن جد مش كانت الشركات الروسيه اليوم بسوريا عم تعمل كل جهدها لتاخذ كل الورشه اللي فيها تاخذها ومن هونيك تعمل تحالفات. نحن اليوم في فرصه جديه عم نخسرها قدام عيوننا، فرصه مش بس للمكسب، فرصه كمان لتصحيح بلدنا، لانه نحن اذا عن جد ثبتنا هيدي الصيغه نحن اقتصادنا بيجلس، نحن كمان بنكون عم نستفيد من هيدي الورشه باعاده تصحيح وضعنا اللي لازم يتصحح. على شو بدنا نتكل هلا؟ نحن اليوم على شو بدنا نتكل؟ اليوم في كلام بانه فخامه رئيس الجمهوريه بعد عودته من الامم المتحده سيكون هناك عمل جدي على طريقه مقاربه الامور مع سوريا، ولا يمكن ان يستمر الوضع كما هو عليه اليوم. شوفي في ركيزتين اساسيتين بالبلد، قلنا ايه وقلنا لا. اول شيء في ركيزه موقع رئاسه الجمهوريه ورئيس الجمهوريه بالتحديد العماد ميشيل عون مع كل فريقه، هيدي ركيزه بتسمح لنا باعاده تصويب الامور وبتسمح لنا نكون معبر جدي لعلاقه سويه مع سوريا. وفي ركيزه ثانيه لو قلت ما عم تتدخل هي المقاومه اللي هي شريك النصر بسوريا واللي هي مش بس مرحب فيها بسوريا، هي سمحت سيد طرح انه هو مستعد يروح ابعد من طرح استعداده للمساعده. هول ركيزتين، هول منصتين الحقيقيتين ليقدر البلد يعمل هيك. بس مطلوب كمان من الاطراف الثانيه، ما في بيقدر واحد كل يوم يقعد يسب الدوله بسوريا ويقعد بعده اليوم فاتح لي علاقات مع مجموعات ناس اليوم تصنفت بالعالم ارهابيه وبعده بده يخبر انه خلص النظام وخلصت الدوله وخلص كل شيء وانا راي اعمر بسوريا. لا انت بيعود فيك تعمر ولا غيرك بيعود فيك يعمر ساعتها، كمان انت بدك تنضبط شوي صغيره وبدك تقبل بموازين القوى اللي صارت بغض النظر عن عواطفك. بس تصرف هيك بلا بيكون عندنا فرصه ساعتها. بس بدنا نحكي مع السوريين، ما فينا ما نحكي معهم. انا معلوماتي بتقول من هون لاخر الشهر، كنت انا اصلا بجو انه ب 15 شهر معبر نصيب بده يفتح. اذا فتح معبر نصيب شو بنعمل نحن اللبنانيه اذا ما حكينا مع سوريا؟ انه شو بنعمل؟ نصيب يعني مع الأردن. يعني خط التصدير الاساسي تبعنا على الخليج صحيح. اللي نحن صرنا 7 سنين او على لي 4 سنين وقت ما تسكر نحن وضعنا بالويل من 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 يعني تكاليفنا اعلى بكثير بالتصدير، انه بنضلنا بنقول ساعتها لا ما بنحكي مع الدوله بسوريا. بدنا نحكي مع الدوله بسوريا، يعني حاجه مكابره، الاوطان مش هيك بتنبنى ومش بالحب وغير الحب. ما عم بحكي عواطف ولا عم بحكي تحالفات. خلينا نقول كمان انه الموضوع منه بس موضوع اقتصادي، في عنا ازمه نازحين اذا ما حكينا مع سوريا، وكمان حاملها معه فخامه الرئيس للامم المتحده، عنا ازمه نازحين اذا ما حكينا مع سوريا، ما بينحل هذا الملف. انا عم بحكي بالسياسي وبالاقتصاد وبالاجتماع وبكل شيء، ولكن عم بحكي بالموضوع من باب انه نحن اليوم ما في تركيز عند فريق معين الا الاعمار. انا بعرف انه في ناس عاملين فرق للاعمار، يعني جايبين خبراء بيشتغلوا ليل نهار. اخي حاجة تعذب حالك وتصرف عليهم مصاري ليل نهار وتروح تحكي لي مع ناس بصندوق النقد والبنك الدولي؟ مين قال لك انه صندوق النقد والبنك الدولي رح يكون لهم دور باعمار سوريا؟ مين خبرك اليوم انه الورشه والمقاربه تبع اعمار سوريا بتشبه ورشه اعمار لبنان؟ اليو ان دي بي راح على سوريا طرح 16 واحد مثل ما طرح عنا سنه 93، قالوا له الله معك ما بدنا اياك، ما بدنا اياك، نحن هو 16 اللي تحكموا فينا بالماضي وبعدهم محكمين اداره موازيه ما قبلوهم بسوريا. يعني بعده نحن عقلنا بيشتغل هون انه اذا اوروبا ما حطت مصاري ما في حدا بيعمر. اليوم اللي معه مصاري عن جد هي البريكس، هي الصين اللي معها مصاري. روحوا شوفوا اليوم بسوريا على القليل اليوم
التلزيمات الكبرى مين أخذها؟ اليوم الصين أخذت، روسيا أخذت، إيران أخذت، أندونيسيا أخذت، البرازيل أخذت، رجال أعمال السوريين حكماً حكماً حكماً. معرض دمشق فرج عن مجموعة من الصناعات السورية، أنا بأكد لك الدولة بسوريا ما كان معها خبرها. وفوق كل هيدا الناس ما بتعرف، أنا يعني هيدي انقالت من أكثر من شهر، كان في 30 شركة برازيلية إجوا على سوريا قعدوا 5 أيام شافوا شو بصير، شركات من جنوب أفريقيا عم تجي، الدنيا عم تجي. الفرنساوية وسطوا حدا هذيك اليوم ليروح يشوف يستطلع شغلات اللي كانوا عاملينها شو بيعملوها. هذا البريطاني اليوم بده يعمر، كان وفد بلاده جمعة الماضي موجود هونيك. فيعني الورشة قائمة وماشية، ومين قال إنه هي بتشبه الورش اللي صارت بمحلات تانية؟ إذا واحد حاطط موديل براسه ومفتكر هيك بده يصير، كمان هيك بيشتغل بيكون غلطان، بده يفتش عن جد ويسأل عن جد ليشوف كيف القصص بدها تصير. عن أي ورش كنت عم تحكي؟ ورش الأعمار. عن سوليدير؟ مثلا سوليدير وأعمار لبنان، يعني الموديل إنه بيجي البنك الدولي هو بيصير يعطي قروض، بيجي صندوق النقد بيصير يراقب لك كيف، وبيعملوا صناديق وبيعملوا هيئات معينة هي بتتحكم بكل شيء، مش هيك الدنيا بتصير. وانا باكد لك هلا هذا ما بيعني، هذا طالما عم شيء بشيء يذكر، ما بيعني انه الاعمار بسوريا مش صراع ومش صراع كمان حقيقي، يعني يمكن الحرب تتكرس نتائجها بالانتصار لمجموعه بفعل الاعمار، ويمكن يهتز الانتصار اذا هيدي اهتزت الركائز الجديده القائمه، بس هذا موضوع ثاني نحن ما خصنا فيه كلبنانيه، بس هيدا قلبنا عليه لانه نحن معنيين فيه. على كل حال بالمرحله المقبله رح يكون في كثير كلام لنا عن هيدا الموضوع، لانه بفتكر حيصير محور ومحط انظار في كثير امور ممكن نحكي عنها، ما حكينا عنها بانتظار ان تتبلور اكثر فاكثر ولدي الوقت كمان. انا بدي اشكر حضورك معنا الخبير الاقتصادي رئيس تحرير موقع جرين اريا روسيا الان ورئيس تحرير مجله الاعمار والاقتصاد دكتور حسن مقلد، اهلا وسهلا فيك، شكرا لتلبيتك الدعوه. مشاهدينا الشكر الكبير لكم ولمتابعتكم، والى اللقاء.